بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان من جديد وملوك الصلاه. النهارده بنكرم زي عادتنا الابطال، ابطال النادي الاهلي وبطلات النادي الاهلي في اللعبات الاخرى. النهارده معانا نجوم الباسكتبول كره السله للسيدات، وايضا في الفقره الثانيه هيكون معانا كره السله للناشئين للرجال. هنكرمهم على البطولات اللي انجزوها السنه دي. فرقه الناشئات حققوا السنه دي ثلاث بطولات، ما شاء الله كل بطوله بيخشوها بياخدوها. طبعا ده مش حاجه جديده على النادي الاهلي، ولكن واجب علينا قناتهم وبيتهم قناة النادي الأهلي إن احنا نديهم حقهم ونكرمهم ونشوف مشوارهم كان ماشي ازاي طوال هذه البطولة. في البداية برحب مع حضراتكم بالمدرب والمدير الفني للفريق كابتن أحمد إبراهيم. مساء الخير يا كابتن وألف مبروك. مساء النور، ربنا يخليك، يعني دايما كده معانا في كل بطولات الحمد لله. ما شاء الله، يعني ثلاث بطولات حاجة جميلة جدا. الحمد لله قوية. ده النادي الأهلي دي فعلا بطولات دايما كده، على طول بتخلص بطولة بتفكر في اللي بعديها على طول، فالحمد لله يعني مجهود سنة كاملة بطلب بطولات البنات دي يعني يستحقوها ما شاء الله. ونبتدي بالبطولات، هنبتدي بكابتن رضوى علاء. مساء الخير يا كابتن. مساء النور. منورانا كده والف مبروك على البطوله. شكرا لك. والكابتن هناء جلال. مساء الخير يا كابتن، منورانا. مساء النور. وايضا كابتن ملك هشام. مساء الخير يا كابتن. مساء النور. جاهز الحلقه؟ كابتن احمد، مشوار كبير، ثلاث بطولات، تحضير مهم وشغل كبير جدا. البعض بيفتكر ان تحضير فرقه بنات برضو في الباسكتبول موضوع سهل، ولكن العكس تماما، الموضوع محتاج ترتيب ومعسكرات و يعني شغل مهم جدا. ازاي قدرت ان انت توفر كل ده؟ بص، هو انت بتلعب على بطوله وبتلعب تحت ضغط، دي حاجه صعبه جدا. احنا من اول يوم واحنا شغالين واحنا بنلعب تحت ضغط، وحتى ما بتكسب بطوله والناس بتقول لك عقبال اللي جايه، فانت بتلعب دايما ودايما بتحط البنات اللي انت بنكسب خلاص قفلنا صفحه المكسب بتاع البطوله الاولانيه ونفكر في الثانيه على طول. كسبنا الثالثه، هم حتى بعد كل بطوله الحمد لله بنحتفل وبنفرح، بس بعديها باول تمرينه بنبدا خلاص احنا بدانا قفلنا صفحه البطوله ونبدا باشا نشتغل على البطوله الثانيه. فهم كمان اتعودوا على كده، يعني ما بنفرحش بقى فرح مبالغ فيه، لا خلاص احنا الحمد لله كسبنا، نبدأ نفكر في البطولة اللي بعديها على طول، لأن احنا مطالبين بكل البطولات اللي احنا نخشها. كنت حضرتك السنة دي خدت بطولة الجمهورية؟ بدأنا ببطولة المرتبط. المرتبط يعني هو الجيل ده للأسف ال 16 سنة بطولة المرتبط بتبدأ ماتشات جامدة على طول. نعم. يعني بقية المراحل السنية بتبدأ ماتشات خفيفة في خفيفة، لا أنت مجرد بطولة المرتبط بتبدأ ماتشات جامدة. نعم، بتبتدي جامد. على طول، يعني أنت بتبقى حتى حاططهم يا جماعة احنا لازم بطولة المرتبط نتائجنا مع الدرجة الأولى لازم احنا نكون ما نوقعش درجه اولى فوق. لا هم ما شاء الله، يعني اول يوم احنا اشتغلنا فيه وهم عارفين احنا مركزين في ايه، والحمد لله بعد بطوله المرتبط الحمد لله دخلنا على بطوله اخف شويه ببطوله المنطقه، الحمد لله برضو اشتغلنا عليها كويس، كسبنا كل ماتشاتنا، خلصنا المنطقه دخلنا على الجمهوريه. قلت لهم بقى هي دي يا جماعه اهم بطوله عندنا، بطوله الجمهوريه طبعا بتلعب احسن فرق في مصر، كل فرقه كويسه، عندك صد فرقه جامده، الزمالك، سموحه، سبورتنج، فكل فرقه جامده، فهم كانوا قد مسؤوليه جدا. انا بكلم على بنات رجاله جدا، وقت ما اكون محتاجهم فعلا بلاقي مركزين. فبصراحه يعني انا بشكرهم من خلال قناه الاهلي وبشكرهم جدا، لان هم بصراحه سبب كبير جدا في الثلاث بطولات. يعني انا مش عايز اقول، يعني مش عايز قد ايه هم اولادي وهم عارفين ان انا بحبهم ازاي، والحمد لله احنا نهينا الموسم. بقى لك فتره معاهم؟ بقى لي فتره معاهم، في ناس اول سنه وفي ناس كانوا معايا السنه اللي فاتت. نعم. مش عايز اقول لك هم كمان شخصيات نظيفه جدا مع بعض، بيحبوا بعض. نهينا الموسم والحمد لله ما فيش مشاكل، البنات كلها فرحانه، فدي كانت اهم حاجه بالنسبه لي، اللي انت تكسب والفرقه كمان تكون ملمومه حواليك. هي روح الفريق دايما هي طبعاً اللي بتميز النادي الاهلي عن باقي الفرق. برضه خلينا نقول ان وشهم حلو علينا، فريق 2002 لكره القدم ناشئين في النادي الاهلي حصلوا على بطوله الدوري، اليوم كسبوا الزمالك 3-0. بنقول الف مبروك ليهم، وايضا الف مبروك كابتن تامر حفني. صراحه موسم كان صعب بالنسبه له، ولكن استطاع ان هو يحسم البطوله في اللقاء الاخير والفوز على نادي الزمالك ب3-0 في الجوله 22 والاخيره. خلينا نقول ان كل الاحرز الاهداف ريتشارد رضا وميدو نبيل وجلال احمد، دول اللي ادوا الفوز النادي الاهلي. الف الف مبروك لكابتن تامر حفني ولكتيبه الرجاله صراحه اللي فرحونا النهارده، وايضا للبطلات والابطال اللي هنستقبلهم بعد قليل في قناه النادي الاهلي احتفالا بالبطولات. هبتدي بقى بالبطلات، وكابتن رضا
طب رضوى، يعني عايزين بقى نعرف مركزك ايه وايه اللي خلاكي تحبي الباسكت بول؟ يعني الباسكت انا اول ما ابتديت هي حبيتها جدا عشان هي لعبه حلوه يعني، فيها حاجات كتير قوي تخليك تحبها، وبلعب بوزيشن 3 و4. 3 و4 ده بالنسبه لي، طب انا راجل مش بتاع باسكت، هعرفه ازاي؟ كاتر وبيفوت، هي تحت الباسكت واللي بيجري على السايد عشان فرق الطول، يعني انت بالنسبه له مطر. طب ايه اصعب ماتش السنه دي؟ كان ممكن يكون ماتش سموحه بتاع الجمهوريه. بتاع الجمهوريه. الفرق كان قليل؟ هو احنا كنا خسرانين في الاول، وبعديها عملنا كام باك، بس في الاخر كان 3 بوينت يعني، فكان ماتش صعب شويه. يعني فرق باسكت يعني 3 بوينت او يعني اي 3 بوينت كان هيبقى دروجي. طيب يعني كابتن احمد بقى طول الماتش كان بيقول لكم ايه؟ هو على طول كان بيشجعنا ويقول لنا ان احنا احسن افضل منهم يعني، وما ينفعش الماتش يروح من ايدينا، ولازم نلعب يعني كويس جدا في الملعب عشان نكسب، عشان احنا لينا هدف يعني. وعشان نروح الفيلم المحضر. اكيد طبعا. انتوا تعرفوا ما تكسبوش؟ لا. بالنسبه لكم الموضوع صعب جدا جدا. وبالنسبه لنا والله كلنا يعني في النادي الاهلي بيبقى الحمل تقيل. كابتن هنا برضو عايز اعرف منك، الموسم بالنسبه لك كان بيمثل لك ايه؟ انت لسه 16 سنه ما شاء الله، انا بقول لهم كباتن بكبرهم بس عشان نديهم قدرهم كده، ان هم بطلات حققوا بطوله فلازم نديهم حقهم. الموسم بالنسبه لك كان بيمثل لك ايه؟ هو طبعا في الاول الموسم كان صعب قوي، احنا بدانا بطوله من اصعب بطوله احنا عديناها، بطوله المرتبط. طبعا زي ما كابتن احمد قال بدين ماتشات قويه جدا، بس يعني فالموضوع الحمد لله عدى، وخدنا اول في مرتبط، وبعد كده جه المنطقه. برضه كان الماتشات ما كانتش سهله خالص، كانت عايزه منها تركيز وتمرين. طبعا كله بفضل كابتن احمد يعني، اتمرنا جامد وتعبنا، فربنا بيدي كل واحد على قد نيته يعني. طب انتوا ازاي بتقدروا توفقوا ما بين الدراسه؟ انتوا كلكم مدارس وكلكم دلوقتي فتره ثانويه عامه، ودي حاجه صعبه جدا. ازاي بتقدروا يعني تنظموا وقتكم؟ هو طبعا الموضوع في الدراسه كان صعب قوي، عشان كمان في ناس طور اي جي وناشونال وكده، فالموضوع كان صعب بالنسبه لهم، مذاكره وامتحانات في نص التمارين، فبرضه كان الامتحانات بتيجي كلاش مع الماتشات، فكان الموضوع كان صعب شويه. بس يعني قدرتوا ان انتوا تعملوا مانجمنت لموضوع الوقت وتنظموا اوقاتكم وتتمرنوا كام يوم؟ ايوه بتمرن كام يوم؟ يعني 5 ايام 6 ايام. 5 ايام يا دوبك ما بتروحوش الا يوم واحد، ودي حاجه صعبه جدا. انت بتلعبي بقى في مركز ايه؟ انا بلعب مركز 3 كاتر. كاتر. كاتر ده اللي هو من الناس اللي بتجري كتير يعني. كابتن ملك منور الدنيا، وعايز اعرف منك طبعا السيزون بالنسبه لك وانت في السن دوت بتبقى ليك طموحات. السيزون ده بالنسبه لك ايه وطموحاتك ايه مع النادي ده؟ السيزون ده كان بالنسبه لنا من اصعب السيزونز، عشان احنا يعتبر يعني ده تاني سيزون وخلاص بقى كده طالعين على 18، مفيش قدامنا غير بطولتين. بس السيزون كان صعب، الحمد لله كنا كل بطوله بنطلع منها ضامنين ان احنا ناخد الثانيه بنسبه 98% مثلا، فالحمد لله يعني السيزون خلص واخدنا 3 بطولات زي ما احنا كنا عايزين نعمل في الاول. بس يعني طيب عايز اسالك، ايه اللي بيميز فرقتكم عن اي فرقه ثانيه في طريقه اللعب؟ في طريقه اللعب احنا كلنا فاهمين لعب بعض ومع بعض من احنا صغيرين دايما، فكل واحده فينا عارفه بتعرف تلعب مع الثانيه بطريقه، يعني انا مثلا بعرف العب مع رضا بطريقه غير بتاعه رضا، وكلنا فاهمين لعب بعض وكلنا محبين بعض في الملعب. حاسين ان قربكم من بعض هو ده اللي بيديكوا؟ احنا بجد فرقه مترابطه جدا، وكل واحده فينا بنحب الثانيه، مفيش بينا موضوع اللي هو هي لعبت اكتر مني فانا اتضايق، كلنا بنحب بعض جدا، فلو حد لعب حلو بنتمنى له ان هو يبقى احسن يعني، مش بنفس من بعض او الكلام ده مش موجود خالص. احسن ماتش بالنسبه لك السنه دي كان ايه؟ احسن ماتش انا لعبته كان ماتش الصيد الفاينلز. الصيد ده كان بقى في انهي بطوله؟ الجمهوريه. جبتي كام نقطه؟ ما حسبتش يعني. بس انت كنت حاسه ان انت الماتش ده كنت عندك مستوى عالي يعني؟ كنت حاسه ان انا يعني كنت في المود جدا في الماتش ده الحمد لله. طيب كابتن احمد برضو نرجع لطريقه الاعداد، لان اللي بيستعد كويس بيفنش كويس. بالظبط. هل حطيت بلان مع الفرقه على كل النقاط اللي هتشتغلوا فيها طوال السيزون؟ بالظبط. انا يعني احنا اول ما جينا اشتغلنا على حاجات كده، قلت لهم يا جماعه عشان نكسب لازم ندافع كويس جدا، فاحنا اهتمينا جدا بالديفنس والجدران، يعني انا هدافع كويس واجري هكسب اي حد. طب كابتن احمد برضه معلش، عشان يمكن الناس اللي ما بتعرفش عن كره السله كتير، ليه دايما بتقال على الباسكت بول انها لعبه ديفنس، لعبه دفاع؟ بص، اللي بيدافع كويس دايما هو اللي بيكسب يعني. احنا حتى في الكوره، في كره القدم اللي بيدافع كويس بيكسب. فاحنا بقى اللي عندنا اللي بيدافع كويس فعلا بيقدر يجري، بتقدر تلم يعني لمينا الحلقتين وجرينا، وانت بتدافع كويس هتقدر يعني. احنا مشكله، احنا كان اغلب الفرق في الكوارتر الاولاني والثاني تلاقيهم جايبين فينا 7 8 بوم يعني. ماتش الزمالك اعتقد الزمالك فرقه كويسه جدا، كم اطوال مش طبيعي،
جايبين فينا في كوارتر الاولاني 7-8 بونت، احنا دفعنا كويس جدا وعملنا بوكس اوت، الريباوند كله كان بتاعنا، وكمان احنا فرق مميزه اللي احنا بنعرف نجري كويس على الفاست بريك، فدي ساعدتنا كتير قوي. مش هتلجا كتير جدا للسيستم، لان لو انا فضلت العب سيستم طول الجيم مش هكسب. انا كنت دايما بقول لهم كده، احنا مش هنلعب سيستم كتير لان احنا لعبنا سيستم مش هنكسب، لكن لو جرينا فاست بريك مع الجود ديفنس انت تقدر تكسب. وهما ما شاء الله يعني في حته عندهم يعني استيعاب، قدره استيعاب لكل الكلام جدا ده جدا، لان احنا مش كل ماتش بندافع زي الجيم. احنا كل جيم كنا بنقعد محاضره، طريقه الديفنس بتختلف، يعني مش كل جيم بندافع بنفس طريقه الديفنس. يعني احنا الزمالك، احنا عندنا الزمالك نسبه اطوالهم كانت اعلى، فكان الموضوع لازم يبقى مختلف، الصيد شويط اكتر، فكانت كل جيم مختلف عن التاني. هما ما شاء الله كانوا بيستوعبوا ده بسرعه جدا. بس يعني هي دي اللي طيب. احنا برضو عشان وشكوا حلو علينا، رجال يد نادي الاهلي تاهلوا لنهائي كاس مصر بعد الفوز على البنك الاهلي 29-24، الف مبروك ليهم ان شاء الله ياخدوا هذه البطوله، بطوله الدوري وكاس بطوله لكره اليد الرجال، بتبقى حاجه مهمه جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وبالنسبه للعيبه. هم خلاص حطوا نفسهم في مصاف البطولات، ابتدوا يسيطروا على هذه اللعبه على الصعيد المحلي وايضا على الصعيد القاري، فهم حطوا نفسهم في هذا المستوى. هم الصراحه رجال كره اليد وجهاز كره اليد بيستحق هذا الانجاز، لان هم شغالين بقالهم فتره كبيره جدا على هذا الاداء، والصراحه بنقول لهم الف مبروك وان شاء الله ياخدوا هذه البطوله. هرجع ليك كابتن احمد، الكلام حضرتك بيقول ان في تمرينات بدنيه شاقه جدا جدا، واعتقد تمرين السيدات عن الرجال في موضوع البدني يعني اقل شويه. معنا دكتور ياسر، احنا هم بييجوا قبل التمرين بساعه، الساعه دي كلها شغل بدني، وبعد كده بنخش على الباسكت، من خلال احنا بننسق الامور، انت النهارده هتدي حمل عالي، انا النهارده مش، ففي تنسيق بيني وبين الدكتور ياسر. انا حابب بس اشكر الجهاز المعاون كله معايا، احنا مش هنقدر نوصل من هنا ومن غير نجاح من غير الناس، يعني كابتن شيماء الاداريه، دكتور ريهام، دكتور ايه، دكتور مهتاب، الناس دي، محمد موسى مساعد، الناس دي معايا هم اللي ساعدونا اللي احنا نوقف الفرقه على رجليها. الناس دي لو مش حابه البنات ومش حابه المكسب استحاله نكون نكسب، فالمجموعه دي ساعدتنا اللي احنا نكسب ونقف على رجلينا. وكابتن نبيل ده، يعني كابتن نبيل بصراحه الراجل من بره التمرين، كل التمرين معانا، كل المعسكرات معانا، ما بيبخلش على اي حد باي معلومه، لو انت في حاجه هو شايفها بيقدر يوجه، كل التمرين موجود معانا. فالناس دي هي دي اللي خلت الفرقه دي من، هو انا حاسس الموضوع بروفيشنال قوي دايما، الموضوع لما بيدار بالشكل الاحترافي بيبقى مظبوط. هم كمان حسوا بدي على يعني البنات كمان حسوا بدي، حسوا لما انت بتقول لهم معلومه، لا هم قاعدين بيسمعوا انت بتقول ايه في كل محاضره في كل جيم، هم عارفين احنا بنقول ايه، ويعني بدليل هم بينزلوا بينفذوا كويس قوي. رضوى، عايز اعرف منك ذكرياتك بقى في الموسم ده، ايه اهم ذكرى بالنسبه لك؟ تحققتوا 3 بطولات. هي اكيد ان احنا ناخد الكاس يعني وناخد اول، دي بتكون احلى ذكرى، انت التعب كله بتحققه بعد ما تاخد البطوله، فدي بتكون ذكرى حلوه جدا بالنسبه لك. طيب هل طموحاتك مع النادي الاهلي ان انت توصلي لايه؟ اكيد العب منتخب فيرست تيم واحترف بره مصر ان شاء الله. عايز تحترف بره مصر؟ اكيد. تروحي فين؟ ممكن امريكا كده. امريكا؟ تاخدي بقى كمان سكولرشيب و ان شاء الله. ان شاء الله يعني. ان شاء الله. مالك، عايز اعرف منك برضو ايه احلى ذكرياتك السيزون ده مع 3 بطولات؟ لا احسن يعني احلى ذكرى هي بطوله الجمهوريه، عشان السيزون اللي فات ما عرفناش ناخدها، السيزون ده بقى اخر سيزون، فاحنا بعد كده مش هنبقى معاهم، واخر مره ان احنا نعرف ناخد فيها 3 بطولات بس، فاحسن حاجه ان احنا خدنا 3 بطولات وبالذات الجمهوريه، عشان السيزون اللي فات ما عرفناش نحققها، الحمد لله السنه دي عرفنا ناخدها. طب وهل السنه الجايه هتبقوا مركزين في التطور؟ ان شاء الله ان شاء الله. حتى لما المرحله العمريه بتزيد المنافسه بتزيد؟ ما احنا كده الاطفال كمان بتزيد؟ الاطفال بتزيد جدا. يعني ان شاء الله السنه الجايه تبقى اطول انت ان شاء الله، المفروض يعني. هنا عايز اعرف منك برضو احلى ذكرى بالنسبه لك واحلى باسكت جبتيه. هنا جلال. احلى باسكت. هنا جلال. معلش. هو اكيد طبعا بطوله الجمهوريه احلى طبعا ذكرى، عشان يعتبر يعني هي اجمالي، يعني احنا عملنا موسم حلو قوي في السنه اللي فاتت يعني، فاعتبر الجمهوريه دي حصاد اللي احنا عملناه كل اول السنه. بس احلى باسكت بقى لازم نعرف. هو مش احلى باسكت يعني، كله شوط يعني. كله شوط من بعيد. انا شويطه.
انا حسيت عشان كده سالتها الموضوع ده. طبعا احنا مبسوطين بوجودكم معانا بطلات لفريق سيدات او الناشئات بقى كره السله تحت 16 سنه ان شاء الله بيقعدونا وبيقعدوا حضراتكم ان هم يكملوا في هذا المستوى من البطولات. احنا هنطلع فاصل كمل مع حضراتكم، لسه مستمرين مع فريق كره السله سيدات مع النادي الاهلي. اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل احتفالنا ببطلات كره السله في نادي الاهلي تحت 16 سنه ونستقبل بقيه الابطال. كابتن ساندي زحيتك منوره الدنيا كلها في نادي الاهلي. الف مبروك بقى، بطوله قويه جدا، ثلاث بطولات ما شاء الله. يعني برضو عايز اكمل بس سلام عليهم وارجع لك كده عشان انا محضرك سؤال جامد جدا. كابتن منى عادل، مساء الخير يا كابتن منى. مساء النور، منوره الدنيا كلها. شكرا، الف مبروك. الله يبارك فيك. كابتن سلمى موفق. لا حدث. خير يا كابتن، اخبارك ايه؟ طيب الحمد لله. مبسوطه في قناه النادي الاهلي؟ ايه رايك في الديكور؟ لا حدث. حلو صح؟ عليه كل اللوجوز بقى بتاعت النادي الاهلي. اضحكوا كده، انتوا مالكم؟ انتوا كسبانين بطولات. وكابتن حبيبه محمد، مساء الخير يا كابتن. مساء النور، مبسوطه ان انت معانا النهارده؟ ساندي، كابتن ساندي خالد عشان ينزل الاسم بقى صح. عايز اعرف منك يعني احساسك بقى انت بتكسبي ثلاث بطولات في سيزون واحد. هو احساس تحفه طبعا، ان احنا عملنا كل اهدافنا، يعني بنتعب من اول السنه عشان تلات بطولات دي. احنا مش عايزين بطوله، احنا عايزين التلاته. طبعا احساس ما يتوصفش يعني. طب ازاي قدرتوا يعني تضغطوا نفسكم في التمرين عشان تحققوا كل البطولات دي؟ طبعا احنا كلنا تعبنا جدا وبنضغط على نفسنا كتير وبنحضر كل التمارين عشان في الاخر نبقى فعلا كسبنا ونعمل كل اللي احنا نقدر عليه عشان نقدر ان احنا نحقق التلات بطولات بتاعتنا. هو مين الكابتن الفرقه بتاعتكم؟ منا النمر. منا النمر، بتتواصلوا معاها كتير جوه الملعب؟ طبعا، احنا كلنا بجد الفرقه كانت بتحب بعض قوي وفعلا كلنا متفاهمين مع بعض، ففعلا كسبنا عشان كده. طيب منى، السنه دي عندكم الجمهوريه وعندكم مرتبط، كان انهي اصعب بالنسبه لك؟ لا هو كل الماتشات صعبه اكيد، يعني ما نستاهلش بماتش معين، فطبعا احنا كلنا بنتعب عشان ناخد الاول، واحنا طبعا البطولات دي مهمه. ف انتوا بتتمرنوا خمس ايام في الاسبوع، خمس ايام ده كتير جدا. ما عشان نوصل للاول، ما احنا لازم نتعب عشان ناخد الكاس ونوصل للاول. طيب ازاي بقى بتقدروا يعني توفروا وقت المذاكره وفي نفس الوقت التمرين؟ ما يعني احنا اكيد طبعا بنوفر المذاكره والتمرين عشان اول حاجه لازم نتمرن عشان التمرين عشان ناخد اول، فمذاكره في نفس الوقت نتعب فيها يعني. ما عشان بتذاكر عايز افهم بقى، عايز افهم يا حبيبتي بتضحكي. حدش هيقول، ها حدش هيبيع. سلمى الف مبروك، ثلاث بطولات. الله يبارك فيك. دي اول بطولات ليكي مع النادي الاهلي؟ لا. دي رقم كام؟ مش عارف. كتير. طيب عايزه اسالك، انت خدتي بطولات كتير، ايه دايما بيخليكي تبقي متحمسه ان انت تاخدي بطولات اكتر؟ ان كل ما بنكبر الماتشات بتبقى اصعب، وبيبقى في تحدي اكبر ان احنا نكسب، وبيبقى فيه بقى بيجي يبتدي فيه فتره منتخبات وكده. طب انتوا ايه اكتر يعني اكتر فريق بتحس ان هو منافس قوي؟ ممكن نادي الصيد. ممكن نادي الصيد. نادي الصيد، اشمعنى نادي الصيد؟ عشان هو الى حد ما يعتبر فريق متكامل زينا، يعني في كل البوزيشنز، ناس كويسه بناس تلعب كويس. طوال، صراع، بيعملوا تاكتيك كويس، مهتمين بالباسكتبول. تقريبا بيتمرنوا بنفس القوه بتاعتنا كل الايام وكده. انتوا كسبتوهم فرق قد ايه؟ مش فاكره؟ اربعه، سته، سبعه. الفرق مش كبير يعني. اوكي. طب انا عايز اسالك سؤال، حبيبه بتعرف تلعب ولا لا؟ انا من رايي لا الصراحه. حبيبه السنه دي سيزون استثنائي بالنسبه لكم، انتوا ابطال كل البطولات اللي دخلتوها. السيزون ده بالنسبه لك ايه؟ شوف انا مسهل لك سؤال قوي، يعني نفس السؤال اللي قلته لهم كلهم. طبعا احنا كنا نفسنا من زمان قوي ان احنا نحقق الثلاث بطولات دي، وبعدين عشان تعبنا جامد قوي فلما كسبناهم حسينا ان احنا انجزنا حاجه كبيره.
حاجة كبيرة. كنتوا مبسوطين؟ طيب ساندي بقى هتسألك انت السؤال اللي جاي. موافقة يا ساندي؟ ماشي. طيب هي عايزة يعني تعرف بقى ايه، قالت لي كده اول ما دخلت اسألني كده عن طموحاتي. فكلميها انت بقى، انت الاثنين انت بقى تبقى انت المذيعة دلوقتي، كلميها عن طموحاتها. طموحاتك طبعا ان احنا احلى عينة في الدنيا. ايه طموحاتك يا حبيبي؟ طموحاتي؟ بس لا هي المذيعة دلوقتي. انا قلت لك طموحاتك. اني ادخل منتخب مصر. ايوه. واكمل اهلي الفيرست تيم. واني اسافر بره. انت تلعبي في انهي بوزيشن يعني؟ واحد. واحد اللي هو بلاي ميكر. يعني انت اللي بتلعبي الفرقه كلها. طيب يعني بيقولوا كده في الباسكت يعني البلاي ميكر لما بيوقف الفرقه بتقف، الكلام ده صح؟ اشمعنى؟ عشان هو اللي بيعمل خطط، هو اللي بيعمل الاسيست اللي هم بيجيبوا بيهم باسكت وكده. طب انتوا بتتفرجوا على الباسكت بتاع الرجاله؟ مين بالنسبه لك اكتر يعني حد بيعجبك؟ ابراهيم الجمال. ابراهيم الجمال. طب وبالنسبه بقى للفيرست تيم البنات؟ ريم موسى. ريم موسى؟ عشان بتلعب في نفس مكانك؟ لا. امال ايه بتلعب فين؟ عشان هي سريعه قوي وعندها قلب وكده. كنت عايزه تعملي تاخدي سكولرشيب زيها؟ شوفي انا فاكر ازاي؟ تعرفي بس ان انا مذاكر لكم كويس يعني عشان اقعد معاكم. طيب برضو انتوا دلوقتي جمهور النادي الاهلي كله بيتفرج عليكم، وبالنسبه لكم دي يمكن اهم حاجه. لعبتوا قدام جمهور قبل كده يا سندي؟ يعني مش كتير بس لعبنا. بتفرق معاكم في ايه؟ طبعا بيدونا حماس اكتر حاجه، وتشجيعهم ما بيقفش يعني، بنبقى عايزين نكسب عشانهم. يعني في اوقات كده حسيتوا ان الماتش صعب جدا، الجمهور او وجود الجمهور الناس اللي بتشجع بتحب النادي بجد بيفرق معاكم؟ طبعا بيخلونا نرجع تاني للجيم، نبقى عايزين نكسب عشانهم وعشان النادي الاهلي. غير ياسر انت يعني بتردي كويس قوي، واكتر واحده كنت متوتره قبل الحلقه مش فاهم ازاي. ولا ايه يا سلمى؟ لا برضه عايز اسالك على موضوع الجمهور، جمهور النادي الاهلي بيمثل لك ايه؟ عامة يعني انت بتتفرجي على اي بتلعبي وشايفه الجمهور، دي حاجه بالنسبه لك كل ما السن هيزيد كل ما هتلاقي الجمهور موجود اكتر؟ بتبقي خايفه، بتبقي متوتره، بتبقي مبسوطه؟ يعني ببقى متوتره ومبسوطه الاثنين. الاثنين مع بعض. بتحس ان هم ممكن يديكوا الفارق عن اي فرقه ما عندهاش جمهور؟ وحاسه فرق قوي بقى في ده في ماتش الصيد، لما كان الصيد كان كله جمهور صيد بس ما كانش فيه جمهور اهلي. فكان الصيد كل ما بيقل شويه في السكور كان هو الجمهور بتاعهم بيرجعهم للجيم اكتر. طب انت بتتفرجي على ماتشات الفيرست تيم في الاهلي للبنات؟ لا مش قوي. مش قوي. ما بتحسيش مثلا ان في لعيبه في النادي الاهلي الفيرست تيم عاجبك الستايل بتاعها؟ لا بيعجبني. انهي واحد فيك؟ هلا مصطفى. هلا مصطفى؟ ودينا عم. ودينا عم. اشمعنى؟ يعني ما ستايل لعبهم على الباسكت ما بيخافوش وبيجربوا وبيحاولوا، ما بي يعني لما الجيم بيضيع هم بيرجعوه. تحس ان هم بيعرفوا يتحكموا في الجيم. مين عندكم في الفرقه لما بتبقوا متوترين بيقعد يتكلم معاكوا وبيهديكوا ويحفزكوا جوه غير الكابتن احمد طبعا؟ كابتن محمد موسى. كابتن محمد موسى بيحفزكوا كتير. ومن زمايلك؟ زمايلي؟ ولا بتقعدوا تزعقوا في بعض خلاص؟ ساندي. ساندي؟ مش هقولك يا حبيبي، انا مش هقولك. هما يا حبيبه عاملين مؤامره عليكي صح؟ هو مش عارف في ايه. رغم ان انت اللي بتلعبيها. هو مين بيجيب بوينتس اكتر، انت ولا هما؟ هما. خلاص بقى يبقى انت بطلي تعملي اسيستات. مش هعمل لهم تاني. منى، احلى ماتش انت لعبتيه السنه دي كان ايه؟ لا هو في كذا ماتش يعني، بس يعني مثلا ماتش مدينه نصر كنت بلعب فيه متوفقه فيه، في حاجات كتير يعني، بس مش هقدر اقول ان احنا كلنا كنا بنلعب حلو وكل فرقه بتساعد بعضها وكده، فمفيش حد بيبقى معين متوفق، كلنا بنساعد بعض. كابتن احمد على طول قريب منكم من اول ما ابتديتوا السيزون ده؟ كابتن احمد دايما بيشجعنا ان احنا نلعب حلو، بيدينا ثقه كويس في الملعب، فبيخلينا ده نلعب كويس، فبيبقى عندنا حماس وكده، وكلنا ايد واحده في الفرقه وكده. طب انت يعني برضو عايز اعرف منك الماتش اللي انت كنت حاسه ان هو بعيد بس رجعت وكسبتوه؟ مش عارفه، بس هو في كذا، بس الماتشات كلها
مفيش ماتش معين يعني، هو في كذا يعني كلنا بنكسبهم بسكور كتير يعني، بنكسب فرق كبير، مفيش ماتش يعني عملنا فيه خسرنا وبعد كده رجعنا كسبنا تاني. نفسك تلعبي قدام جمهور؟ اكيد طبعا، اي حد نفسه يلعب قدام جمهور ويروح المنتخب وكده. بتبقى مبسوطه وانت شايفه مثلا اي ماتش حتى لو لعبه تانيه جمهور النادي الاهلي عامل الدخلات بتاعته وعامل طبعا الأهالي. طبعا التشجيع ده بيدي حماس في الملعب ويخليك تلعبي كويس، فده بيخلينا نلعب حلو في الملعب. طيب رجال كاس، طبعا رجال الكاس رجال اليد في النادي الاهلي هيلعبوا طلائع الجيش في اللقاء المقبل اعتقد يوم 14/5 زي ما قالوا زملائنا في الاعداد، وده ان شاء الله هيبقى اللقاء اللي هيبقى مؤهل ليهم عشان ان شاء الله ياخدوا هذه البطوله، بطوله مهمه جدا السنه دي. رجال اليد صراحه عاملين موسم لا باس به، موسم ممتاز الصراحه انه ياخد بطوله الدوري ويبقى منافس قوي على بطوله الكاس. ما شاء الله انتوا وشكم حلو النهارده، رجاله اليد كسبوا ورجاله 2002 في الكوره كسبوا، فوشكم حلو علينا زي. شكرا. طيب انا عايز بقى اسمع كل حد يعني فيكم كده يقول مثلا حاجه من الكواليس حصلت السنه دي في المعسكر وانتوا رايحين ماتش، حاجه انتوا مثلا ماتش كنتوا خسرانين وقدرتوا ان انتوا ترجعوا، يعني اتكلموا عن بعضكم كده شويه. ممكن ماتش السيد. ماتش السيد انتوا كلكم ماتش السيد بالنسبه لكم صعب، اصعب ماتش كان من اكتر ماتشات اللي بتوتر. ماتش البطوله سموحه هو كده عندنا اثنين سموحه وثلاثه سيد. لا ماتش السيد كان بيوتر قوي عشان في يعني احنا كنا في الاول كسبانين قوي، بعدين سكور بقول بعدين اللي هو ابتدينا نقطه بنقطه، فاحنا بقينا توترنا قوي يعني لان ده ماتش بطوله احنا عايزين ناخد اول، بعدين هما فروا عننا ب 5 بوينتس تقريبا، فلقينا بقى جمهور السيد كله ابتدى صوتهم يعلى وكده، بعدين بالظبط في دقيقتين جبناهم وكسبنا، فده كان احلى حاجه يعني حصلت لنا لغايه دلوقتي. طبعا الفرحه بتبقى طبعا بعد التاخر بتبقى حاجه ثانيه. ستو متعودين ان انتوا دايما تحافظوا على اعصابكم؟ انا هروح بقى السؤال ده للحبيبه، حبيبه لما الفور بيزيد بيفتح وانتوا متاخرين بتقدروا تجمعوا نفسكم ازاي؟ نقعد نشجع بعض والبنش بيبقى زي اللي جوه بالظبط، كابتن بيقعد يشجعنا بس. طيب انت بيبقى ليكي ادوار في انك ازاي تفتحي لزمايلك، مين اكتر حد انت بتحسي تديله الكوره يا باسكت؟ بيبت ولا قطر؟ قطر بقى انت اللي هتقولي دلوقتي. يعني انت مثلا بيبقوا ليكوا ستايل معين، انا ما اعرفش الصراحه انا ما اتفرجتلكوش على ماتشات كتير، فانتوا حاسين ان انت او مثلا عندك حد من الناس بقى انت عماله تبص لهم دلوقتي عماله تركز. في كتير. في سلمى وسندي وملك وفي رضوى ونادين ومنى وجانا وكل الفريق. يا ذكية على فكرة كده جابت الفريق كله. طب انا برضو طموحكم كفرقة عايزين تكملوا الكلام دوت نفس ما شاء الله المستوى السنة الجاية؟ اكيد عايزين نتمرن جامد زي السنة دي ونحافظ على اللقب ده السنة الجاية، ناخد المنطقة والجمهورية تاني. انتوا حاسين ان انتوا تمرينكم الجامد في بداية السيزون هو اللي خلاكم تبقوا في البوزيشن اللي انتوا فيه؟ اكيد في الاعداد احنا اتمرنا كتير قوي وفتنس وكده، فبقينا جاهزين اول ماتشات المرتبطة. طب انت بتهربي من تمرينات الفتنس ولا بتبقي كويسة؟ لا طبعا انا حاسس ان انت بتهربي يا حبيبي. طيب كل واحدة فيكم بقى تكلم جمهور النادي الاهلي هتوعدوهم بايه؟ احنا نكسب كل البطولات بتاعتنا ان شاء الله بس كده. سلمى هتقولي ايه الجمهور النادي الاهلي؟ تعالوا اتفرجوا علينا عشان ما نبقاش من غير جمهور. طيب بالنسبه للبيت عندك بابا وماما بيتفرجوا ولا لا دلوقتي؟ لا بيتفرجوا. طيب هتقولي لهم ايه؟ تعبوا معاكي طبعا. شكرا حبيبي. اقول لمين؟ جمهور النادي الاهلي احنا هنفضل نتعب عشان ناخد كل البطولات وكده ونفرحه. منى ان شاء الله يعني كل سيزون هناخد اول ونجتهد على نفسنا بقى كل موسم باذن الله. يعني السنه الجايه تقعدونا هنا برضو نكرمكم بثلاث بطولات ان شاء الله؟ بطولتين. بطولتين كلها 18 بطولتين. انا هنزود بطوله بقى عندك. بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، والنهارده يوم خاص لكره السله في النادي الاهلي قطاع الناشئين، اوعوا تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حديث.
لسه مكملين مع حضراتكم وبطلات كرة السلة لنادي الأهلي تحت 16 سنة، وبنستضيف النجمات القادمات إن شاء الله بسرعة الصاروخ في سماء كرة السلة لمنتخب مصر كمان مش بس للنادي الأهلي. هبدأ بكابتن ياسمين علاء. مساء الخير يا كابتن. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ كله تمام. ألف مبروك على البطولة. الله يبارك في حضرتك. هما كام بقى بطولة؟ ثلاثة. ثلاثة؟ طب ليه زمالك قالوا لي اثنين؟ لا والله هو ثلاثة. هو ثلاثة؟ مرتبط والقاهرة والجمهورية. زي الفل. كابتن هاجر علي. مساء الخير يا كابتن هاجر. أخبارك إيه؟ الحمد لله كويس. كله تمام؟ الحمد لله. ممكن بقى نسلم على أختك؟ كابتن هالة علي. مساء الخير يا كابتن هالة. مساء النور. أخبارك إيه؟ مين أكبر بقى، أنت ولا هي؟ أنا بخمس دقايق. بخمس دقايق؟ ده كتير قوي. وكابتن جانا عبد الهادي. مساء الخير يا كابتن جانا. مساء النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. يعني هبتدي بيكي بقى يا جانا، السيزون كله بطولات، بالنسبه لكم انتوا لسه صغيرين بتخشوا بتحصدوا كل البطولات دي؟ هو احنا كابتن ما كانش بيحسسنا ان احنا يعني صغيرين، كان دايما بيحفزنا وبيحسسنا ان احنا كبار وفي الملعب وركز ويقول لنا ان احنا ننزل ما يهمناش اي حد ونلعب كل ماتش ماتش وما نبصش لقدام. وبس. يعني بتاخدوا كل ماتش بماتش. يعني تركزوا مثلا تلعبوا فرقه سموحه، تركزوا في سموحه، تلعبوا الصيد، تركزوا في الصيد، تبتدوا بتشوفوا كل فرقه بتلعب ازاي وتقعدوا تتركزوا مع. يعني الكابتن كان قبل اي ماتش كويسين في ايه وحشين في ايه؟ بيصور لنا الماتش وبنقعد نتفرج على اخطائهم وخططهم ويقول لنا ازاي نعمل ديفنس وازاي ندافع عليهم. بس بتفرق معاك يا جنى الحاجات دي؟ بنبقى يعني عارفين نمسك كل بنت ازاي وعارفين دي اقوى بنت فنمسكها كده. يعني بتبقوا حاسين انتوا نازلين مذاكرين. وبالنسبه لكم ده بيبقى عامل مهم، ده غير بقى اللي بيحصل في التمرين. طيب ياسمين التمرين يعني هل التمرين بتاعكم صعب؟ يعني على حسب، لو قبل البطولات بيبقى صعب اكتر من اول سيزون. طب ازاي بتقدري تتواصلي بقى مع التمرين والبيت والمذاكره؟ هو انا يعني ما اعرفش طول حياتي كنت يعني انا ما بذاكرش غير قبل الامتحانات على طول. مش انت لوحدك والله كلنا كده. بس فيعني عادي يعني اخواتي كلهم بيلعبوا في النادي فيعني على طول بقى في النادي. بيلعبوا باسكت برضه ولا حاجات ثانيه؟ رنا علاء وهالة علاء بيلعبوا باسكت. فعايشه طول حياتي في النادي يعني. فتعودتي بقى. البيت كله كانه في النادي بالظبط. تعودتي ان انت كل يعني امتى هتذاكري وامتى هتركزي وتحبي التمرين؟ وايه اكتر حاجه بتحبيها في الباسكت؟ يعني ايه المتعه اللي بتحسسها وانت بتلعبي باسكت؟ وانا بلعب مع صحابي بتبقى اكتر حاجه كده، بحس ان احنا يعني بنحب بعض فكلنا هنعرف نلعب وكده. يعني الروح بتاعتكم هي اللي بتكسبكم؟ الروح بتاعتنا حلوه قوي عشان كلنا مع بعض من واحنا صغيرين يعني. طيب هاجر وهالة ليه توينز ما شاء الله بتلعبوا فرقه واحده؟ انتوا طبعا بيحصل نفس الموضوع ده بس في لعبات ثانيه، حاسه بايه ان اختك معاكي في نفس الفرقه؟ هو احساس حلو قوي، هيك احنا اصلا اول سيزون نيجي نادي الاهلي فمتعودين انا وهي بنفهم بعض قوي وعلى طول بنلعب مع بعض وكنا بننزل مع بعض قبل ما نيجي الاهلي يعني، ف يعني عادي متعودين على بعض فاهمين بعض يعني. طب لو حد عمل معاها فاول انت بتتضايق؟ لا عادي يعني. يعني هقول لكم حاجه، زمان كده عندنا كابتن حسام ابراهيم في الكوره في الاهلي، لو حد جه على حد تحس ان التاني على طول هو اللي بيبقى متضايق اكتر منه، ما عندكم نفس الموضوع ده؟ لا هو كان قبل ما نيجي الاهلي الصراحه. كنت بتلعبوا فين قبل ما تيجوا الاهلي؟ الشيخ زايد. نادي الشيخ زايد في اكتوبر. طيب يعني اول سيزون ليكي في النادي الاهلي بيمثل لك ايه؟ بصراحه الوضع مختلف خالص يعني كتمرينات وعرفت اصحاب يعني كويسين ولعيبه ويعني خدت خبره اكتر بس. طيب هل هسالك نفس السؤال، اول ما دخلت النادي الاهلي وبتلعبي باسم اكبر نادي في افريقيا بالنسبة لك يعني حسيتي بإيه؟ طبعا دي حاجة حلوة يعني وأي حد يتمناها. أنت البيت عندك أهلاوية؟ بس ما عند أختي بس هي بتلعب في الزمالك فيرستين باسكت برضه. أنتوا العيلة ما شاء الله كلكم مركزين في الباسكت. طيب إيه اللي حبب إيه اللي حببك في إنك تلعبي باسكت؟ هاجر ولا حد تاني؟ هاجر. عشان بتلعبوا مع بعض؟ دايما بنلعب مع بعض وكده. السنة دي عندكم فرق زي سموحة وزي الصيد وفرق قوية جدا، بالنسبة لك كان أنهي ماتش حسيتي إن هو أصعب أو ركزتوا فيه جامد جدا قبل ما تلعبوا؟ هو الصيد يعني. الصيد؟ إشمعنى الصيد؟ عشان يعني هما زينا ويعني فيهم لعيبة كويسة زي ما إحنا عندنا لعيبة كويسة وكمان يعني كل يعني كنا كاسبين كل الماتشات زي بعض يعني وكده، فبس يعني كنا مستنيين ماتش يجي والحمد لله عدى على خير. جانا قبل الماتشات بتقعدوا مع بعض تتكلموا هتلعبوا إزاي؟ يعني تحفزوا بعض؟ احنا قبل الماتشات دايما
بنقعد مع بعض كلنا في اوضه واحده ونقعد نشجع بعض. لا كلنا في اوضه واحده ما شاء الله. بنقعد كلنا نشجع بعض ونقول ان احنا قدها وان احنا احسن منهم ونقدر نكسبهم. طب مين اللي بيبقى متولي مثلا لو كابتن احمد عايز يديكوا تعليمات مين اللي بتبقى متوليه الموضوع ده؟ منى النمر. منى النمر عشان كابتن الفرقه. طب وهل انتوا بتتعاملوا معاها وهي كابتن فرقه على اساس ان هي انتوا حاسين مثلا عندكم ثقه ان هي تعرف فعلا تليد الموضوع تقود القصه؟ احنا واثقين فيها وهي على طول بتشجعنا وهي دايما معانا يعني في كل حاجه بنكون عايزين نقول حاجه للكابتن هي بنقول لها وهي بتروح تقولها لها. طيب انا برضه عايز اسالكم سؤال مهم وهاخد رايكم فيها انتوا الاربعه. انتوا بتلعبوا كذا بطوله ما شاء الله بتاخدوها كلها ازاي بتقدروا عندكم نفس الموتيفيشن نفس الحافز اللي انتوا تنزلوا كل بطوله وتاخدوها؟ ابتدي بيك يا ياسمين. هو احنا اول بطوله لما يعني بتاخدها او كده بتحس ان انت عايز تاخد الباقيين وكده فهو ده الحافز من اول بطوله لاخر بطوله. بالنسبه لك هل انت طبعا يعني جايه نادي بياخد بطولات اكيد بيبقى حاسه ان ده كان ضغط عليكي؟ هو ممكن عشان يعني اول سيزون اكون معاهم فما كنتش يعني عارفه الوضع قوي بس فهو ده ممكن يكون الضغط. بس لو هاجر مش موجوده كان هيبقى الموضوع اصعب؟ اكيد يعني عشان طول عمرنا بنلعب مع بعض وانا وهي توينز اكيد يعني. طيب الحكام بيبقى مركزين معاكم يعني مين بره مين خد الفاول ولا؟ يا مره حصلت بس في نادي الشيخ زايد كنا بنلعب الاهلي وطلعت في اول ثلاث دقايق تقريبا بس يعني انا وهي كنا نفسين زي بعض ونزلت مكاني. نفس الرقم؟ لا بس غيرنا التيشيرت عادي يعني. انتوا تلاقيكم جميلين الحكام بصراحه لو حكم هتعب معاكم جدا انتوا بتبقوا عارفينهم يا جن؟ من طريقه الكلام ولا هو من اول منظر خلاص؟ لا شكلهم الاول ما كناش بنعرفهم طبعا بس بعد ما اتعودنا عليهم طريقه كلامهم وشكلهم مختلف يعني. طب هل بيلعبوا في مراكز مختلفه؟ طب انا بقى ما عرفتش مراكزكم ايه؟ انا بلعب اثنين كتر وهي بتلعب واحد. وبلاي ميكر يعني؟ طب وانت يا جن بتلعب؟ اربعه. بتلعب اربعه اللي هو ايه؟ ما انا معلش انا الراجل بتاع باسكت. فيفا بتحت الباسكت. عشان طويله ما شاء الله. انا السنه اللي فاتت كنت بلعب واحد والسنه دي بلعب كتر الاثنين وثلاثه. طيب ياسمين طموحك ايه بقى في الباسكت بول؟ اني طبعا اطلع فيرست تيم في الاهلي واروح منتخب مصر ان شاء الله. مين اللعيب اللعيبه بقى اللي انت نفسك تبقي زيها؟ نادين سلعاوي ودينا عمر واخواتي اكيد. نفس السؤال. اختي فرح. ايوه. ودينا عمر. دينا عمر؟ انتوا متابعين ياسمين انت عارفه ان دلوقتي في حسام غالي بيعتزل متابعين الموضوع دوت؟ متابعين ومتضايقين قوي بجد. حاسين ان حاجه كبيره جدا زي حسام غالي كده انا شايفك اتاثرتي اول ما جبت السيره انا بحبه قوي الصراحه هو حلو قوي. هو ما شاء الله حسام شخصيه جميله وفعلا حاجه يعني الواحد بيبقى كل ما بيجيب سيرته ان هو بيبطل كوره بيبقى زعلان ودي ياسمين خلاص يعني نفس القصه يا جنى بتتابعي الكوره وبتتابعي كباتن النادي الاهلي؟ مين اكتر حد يعني بحبه في الكوره؟ هو حسام غالي. هو حسام غالي هو حسام غالي عشان بيعتزل ولا هو؟ لا عشان بيعتزل وعلشان كمان هو رقمي برده رقم 14 تلبيس 14 بتفرق معاكم موضوع الارقام ده؟ حتى في الباسكت؟ طب يعني يمكن في الكوره احنا بتبقى فارقه معانا لكن بالنسبه لكم في الباسكت يعني حتى في الام بي اي كلهم بياخدوا ارقام كبيره. عادي يعني بتهيألي ما 23 بقى جوردن هو يمكن ده على جيل انا انتوا بقى بالنسبه لكم دلوقتي حاجات ثانيه. بتحبي مين طيب اكتر لعيب بره ولا ما بتتابعيش؟ لا ليبرون جيمس. ليبرون جيمس اشمعنى ليبرون جيمس؟ هو جامد الصراحه. بحب طريقه لعبه عنده ديفنس وفنس وشوطه وكل حاجه. بتتفرجي له على ماتشات؟ بتتفرجي على ماتشات يا هبر؟ كتير. عايز اقول لكم صعب قوي ان انا ابص لكم افضل حافظ الاسامي ده يعني ده اختبار صعب جدا. ما تتفرجيش انت بتنزلي التمرين وخلاص. مش كتير يعني صح. بتنزلي التمرين تخلصي؟ صح. خلاص صح؟ خدي حاجه ساعه وكده اليوم انتهى. هلا السؤال التقليدي ايه اكتر ماتش جبتي فيه سكور حلو السنه دي؟ هو سبورتنج كنت بلعب بيه كنت بلعب حلو قوي يعني الحمد لله. الحمد لله اللي احنا كسبنا ده اكتر ماتش كنتوا متالقين فيه؟ الحمد لله. حسيتي بايه بعد اول بطوله مع النادي الاهلي؟ حاجه حلوه طبعا عشان كده خدنا كل البطولات الحمد لله. انت بتردي كويس وما كنت متوتره ليه قبل الحلقه وما تسالنيش كتير؟ مش متعوده بس ماشي خلاص كده مشيت بقى. طيب انا عايز اسمع منكم بقى
كل حد كده بيتكلم جمهور النادي الاهلي وبيقول عيلته بتتفرج واصحابه بيتفرج، بتقولوا ايه بقى الجمهور؟ اكيد هنشكرهم على وقفتهم معانا وكده يعني. اكيد هنشكرهم برضه. هلا جنى اشكر. طب والبيت بتشكريهم؟ لا بشكر بابا وماما. مين بيحب الباسكت اكتر، بابا ولا ماما؟ هو بابا هو يعني بيفهم اكتر في الباسكت. وماما يا دوبك بقى بتقول ايه هتنزل ومش هتذاكر والجوره. انت مبسوطه انك بتلعبي باسكت يا جنى؟ اه طبعا. يعني عندك طموحات ان انت تكملي منتخب مصر؟ اه طبعا. اه عايز اكمل منتخب مصر وفيرست تيم. فيرست تيم. هاجر ناخد منك اخر كلمه قبل ما اطلع فاصل. عايز تتكلمي خلاص؟ فرحانه يعني الصراحه. طيب جنى ممكن اطلب منك طلب؟ تقولي ان احنا هنطلع فاصل وهنرجع تاني؟ هنروح فاصل ونرجع تاني. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، والان نستقبل ابطال كره السله تحت 16 سنه رجال. صراحه النادي الاهلي سواء رجال سواء سيدات في كره السله ما شاء الله عاملين شغل على اعلى مستوى، والبطولات ما شاء الله واحده تلو الاخرى. طبعا بستقبل مع حضراتكم كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن احمد الجرح. مساء الخير يا كابتن ومنورني. كابتن محمد ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ انا وانت زعلانين عشان حسام غالي. اه طبعا طبعا، حسام غالي لعيب كبير يعني، في زماله ما بينك وما بين تتعرفوا معرفه عمر يعني. طبعا من اكثر من 20 سنه، وبصراحه يعني راجل اخلص للنادي الاهلي، ادى النادي الاهلي كتير والنادي الاهلي اداله اكتر طبعا. فالنهارده طبعا بنودعه في الملاعب وان شاء الله نشوفه في مكان اداري ان شاء الله في النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. وحسام غالي من نوعيه فعلا الواحد يبقى فخور بيها ان هي تبقى موجوده في جوه النادي الاهلي، ما تسيبش النادي الاهلي بعد اللعب. وانا من اكتر الناس اللي اعرف قد ايه حسام غالي بيحب النادي الاهلي وقد ايه ارتباطه بالنادي الاهلي، وان شاء الله يكون ليه بصمه اداريه كبيره في النادي الاهلي باذن الله. بتمنى له التوفيق. بس كابتن احمد، كان في حاجه برضو بتميز النادي الاهلي يمكن في جيلكم، ان كره القدم والباسكت والهاندبول كل كابتن قريبين من كل اصحاب بالظبط، وكل كابتن هنا قريب من الكابتن هنا وبتناقشوا مع بعض وبتسمعوا مشاكل الفرق. يعني مثلا انت بتسمع مشاكل الكوره والكوره بتسمع مشاكل الباسكت ونفس القصه. الحاجه دي بتميز النادي الاهلي طبعا، ولغايه دلوقتي موجوده بصراحه. النادي الاهلي تلاقي كل الالعاب الناس متابعه بعض وبتشجع بعض وبتقابل في النادي، بنقعد مع بعض في النادي. هو النادي الاهلي يعني طبعا بعيدا عن الاحتراف هي اسره، ده يعني اسره، هتلاقي كل الالعاب اصدقاء كله متابع نتائج بعض، فكوره باسكت بولي هاندبول سباحه تنس بلياردو اي لعبه جوه النادي الاهلي هتلاقي الناس فعلا علاقتها وطيده ببعض. وعشان كده اعظم نادي في الكوره طبعا. نبتدي بالابطال، ابطال الصاعدين الواعدين ان شاء الله في سماء كره السله في مصر وايضا في افريقيا، وان شاء الله كده يا رب يمثلوا في منتخب مصر. ابتدي بمؤمن خير. مساء الخير يا كابتن. حريف بقى زي بابا ان شاء الله. ان شاء الله بيقولوا يعني بيقولوا ايه يعني. كان حريف قوي الصراحه يعني. انا ما اتفرجتش عليه كتير. ما اتفرجتش، انا بقى اتفرجت عليه كتير يعني. ده من الناس اللي حببوني في كره السله صراحه، حاجه جميله جدا. اتمنى لك التوفيق. الف مبروك طبعا. بطولتين من السنه دي ولا ثلاث بطولات؟ ثلاثه ما شاء الله. انتوا بتخشوا بالثلاثه الحمد لله. كابتن احمد يحيى دودو، مساء الخير يا كابتن احمد. اخبارك ايه؟ الحمد لله. علي صوتك بقى، انت بطل ولابس احمر. علي صوتك وكابتنك قاعد جنبك كابتن احمد يعني. الف مبروك للثلاث بطولات. الله يرفع حضرتك. يعني مبسوط ان انت موجود معانا النهارده مكرمه. اه طبعا. وكابتن محمد حازم، مساء الخير. ما شاء الله انتوا لابسين احمر، انا بحب الصراحه. ولايق على الديكور ولايق على كل حاجه. كابتن جرحي، نتكلم على الثلاث بطولات. ثلاث بطولات في مرحله سنيه مهمه جدا، بدايه نشأ ان شاء الله يبقى بطل في سماء كره السله في مصر. طبعا احنا في الاول بنقول ان السنه اللي فاتت الحمد لله كان معانا الجيل 2001 2002، قدرنا خدنا الثلاث بطولات برضه الحمد لله، وكانوا بدون ولا هزيمه يعني. الحمد لله خدنا دوري مرتبط، بطوله القاهره، بطوله الجمهوريه بدون ولا هزيمه.
فدي اكتر عامل الحمد لله اشتغلنا عليه سواء انا وكابتن طاهر رجب وكابتن طارق خيري، يعني كل جهاز باسكت النادي الاهلي، ان احنا نحفز الجيل اللي موجود معنا السنه دي ان هو لازم يعمل زي الجيل اللي قبليه، والجيل اللي قبليه كان جيل مميز فعلا. ويقدرنا نشتغل على النقطه دي النفسيه قبل ما نشتغل على ايه النقط الفنيه، ودايما في تحفيز ان انت لما تكسب ماتش او تكسب بطوله، لا احنا في النادي الاهلي خلاص هنفرح النهارده بس لازم هنبص بكره للبطوله اللي بعديها. وده كان مهم جدا طبعا، وده كان عهدنا مع بعض من اول الموسم، والحمد لله قدرنا نكسب دوري مرتبط بدون ولا هزيمه. تاني بطوله كانت بطوله القاهره كانت بدون ولا هزيمه، والحمد لله بطوله الجمهوريه فنشناها بدون ولا هزيمه، فقدرنا نحقق نفس الانجاز بالرغم ان احنا فزنا في اخر اليوم اللي قبل الاخير بالبطوله رسمي بعد ما كسبنا ماتش سبورتنج، لكن جمعتهم في نص الملعب واتكلمنا ان احنا انا هقول لكم مبروك على الماتش النهارده بس بكره هبارك لكم على البطوله بعد ما نكسب ماتش الجزيره، لان برده مش معنى ان احنا خدنا البطوله النهارده ان احنا بكره جايين ايه نشيل الكاس ونروح، احنا الكاس معنا خلاص، بس الانجاز اللي احنا متفقين عليه من اول الموسم ان احنا لازم ان شاء الله البطولات كلها تكون بدون ولا هزيمه. ودي حاجه طبعا يعني في منتهى الاهميه العامل النفسي، انك ازاي بتصنع بطل، ازاي بتبص للمستقبل، ازاي بتجدد الدوافع. مؤمن انت بتلعب في مركز ايه؟ يعني صانع العاب وجارد على جنب عادي. زي بابا زي بابا. طيب بالنسبه لك السنه دي ما شاء الله انتوا ثلاث بطولات بدون هزيمه، وانت يعني الكرييتور اللي في الملعب، انت صانع اللعب، انت اللي بتلعب الفرقه، بالنسبه لك كان السيزون سهل؟ لا طبعا، ما فيش سيزون بيعدي سهل خالص على النادي الاهلي. لازم بيلاقي فرقه، او يعني السنه دي كانت احسن حاجه ان في فرق كتيره بتنافس. انت كنت مبسوطين بحاجتين؟ طبعا. يعني كان في فترات من فتره من الفترات الاهلي ما فيش يعني بيبقى منافس او اتنين، يعني احيانا كان الاهلي بيخسر كان بتزعلنا كلنا، فلما بدا ان يبقى المنافسين اكتر بدانا احنا بناخد ثقه. لا ده احنا نقدر، لا احنا هنكسبه ان شاء الله وهناخد كل البطولات من غير هزيمه. وغير كده كابتن احمد كان دايما يقول لنا ان الجيل اللي قبلينا مش احسن مننا في حاجه، يعني احنا نقدر ناخد زيهم ثلاث بطولات، هم كان منافسين بتوعهم فرقه او اتنين، انما احنا اصعب وقدرنا ناخد المرتبط بطريقه اصعب، فده كان العامل اللي احنا اللي خلانا ناخد ثقه ونلعب ناخد ثلاث بطولات من غير هزيمه. انتوا ايه اكتر ماتش بالنسبه لك حسيت ان هو صعب؟ سبورتنج بتاع نهائي الجمهوريه. سبورتنج نهائي الجمهوريه خلص في اخر ثانيه. خلص في اخر ثانيه. اخر ثانيه شوطه في اخر ثانيه. يعني فرق اثنين ولا ثلاثه؟ ثلاثه ثلاثه. 3 بوينت. 3 بوينت في اخر ثانيه. ومين مؤمن اللي جاب؟ مؤمن اللي جاب. يعني كمان يعني انت اللي عشان كده قلت طبعا ماتش انت عشان لعبتها حد تاني اتشال. فعلا كان اصعب ماتش في البطوله كلها. يعني في الثلاث بطولات ده كان اصعب ماتش بالنسبه لي. في الثلاث بطولات ده كان اصعب ماتش بالنسبه لي. ده كان اصعب ماتش على الرغم ان انتوا كنتوا حاسمين البطوله. لا كان لازم نكسب الماتش ده عشان نحسم البطوله. ده كان ماتش الحسم. فخلى الامور اصعب، انما المرتبط كان صعب ان احنا كسبنا الجزيره اول ماتش الدرجه الاولى خسروا في اخر ثانيه، واحنا كان لازم نكسب تاني يوم عشان الدرجه الاولى يكسبوا ان شاء الله، وده اللي حصل، انما الجمهوريه كانت اصعب بكتير. بطوله الجمهوريه بتبقى دايما هي المقياس الحقيقي. دودو انت بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ اول سنه. اول سنه طبعا احساس مختلف، يعني ما دخلت النادي الاهلي بقى والنجوم الكبار كابتن جرحي موجود وكابتن طارق بتشوفه، يعني حسيت بايه؟ اول لما جيت الاهلي خدت خبرات كتير قوي من اللعيبه ومن كابتن احمد، لما كنت بتفرج على ماتشات فيرست تيم خدت منهم خبرات برضو، امتى شوت مثلا، امتى اخش، امتى ادي الملعب. برضو من ساعه لما ابتديت باسكت كان هدفي ان انا العب في الاهلي اصلا. انت كان ده التارجت بتاعك؟ بس هو كابتن احمد كان كلمني قال لي عايزك في الاهلي اجازة السيزون الجاي، فانا اتبسطت طبعا وفضلت اركز. عرفت تنام؟ لا عرفتش تنام. هو في اي رياضه النادي الاهلي لما بيكلمك ما بتعرفش تنام. هو الحقيقه دودو احنا كنا يعني انا يعني اصرارنا على دودو ان احنا في البوزيشن ده عندنا نقص فيه شويه. هو بيلعب في اي بوزيشن؟ في بوينت جارد صانع العاب. بس دودو قاعد السنه اللي جايه في المرتبط السنه الجايه هو ومؤمن، يعني هم جيل 2003، فدودو كان لازم يجي السنه دي، يمكن مشاركاته السنه دي ما كانتش بالكم الكبير، لكن كان لازم يجي يخش في السيستم بتاع النادي الاهلي من السنه دي بحيث ان هو السنه اللي جايه ان شاء الله يقدر يبقى شايل المكان ده. مرحله التاسيس بالظبط، ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا. دودو دخولك والخبرات اللي خدتها وكمان تاسيس مختلف، هل حاسس ان انت كده يعني طموحاتك نفسها اتجددت؟ طبعا انا برضو طموحاتي اتجددت، ان انا كنت املي ان انا العب فيرست تيم الاهلي واكمل في الاهلي واخش منتخب مصر ان شاء الله. بس
طيب احنا بس يا ريت زمايلنا بيبلغوني ان سيدات سله الاهلي، يا ريت بس يبلغوني تاني عشان ايوه. طيب ما شاء الله وشهم حلو سيدات سله الاهلي، بطل ابطال السوبر لكره السله بعد الفوز على الجزيره بنتيجه 91-75 على ما اعتقد. الف الف مبروك انجاز النهارده ما شاء الله. البطولات عماله تتوالى بطول يعني 91-75 هم بياكدوا لي عشان انا قلت على ما اعتقد. الف الف مبروك، انجازات مهمه جدا 2002 في كره القدم وفي كره السله بنوصل للسيمي فاينل الكاس وان شاء الله ياخدوه. ايضا في كره السله في السيدات ما شاء الله ابطال بطوله السوبر، حاجه جميله جدا جدا. والانجازات النهارده ما شاء الله كابتن احمد عماله يعني وشكو حلو علينا الحمد لله. لا يعني بنات الباسكت عندنا ما شاء الله عاملين مع كابتن ايهاب الالفي السنه دي مجهود كبير وفعلا يستاهلوا الثلاث بطولات، برضو افازوا بالثلاث بطولات يمكن اربع بطولات لان كسبوا كمان البطوله المنطقه في اول الموسم. فبصراحه بنبارك لهم وان هم رجعوا الدوري بعد 9 سنين غياب، والجيل ده ان شاء الله انا يعني اعتقادي ان هو هيحتكر الدوري يعني لمده مش اقل من 8-9 سنين برضه. باذن الله هم كلهم مميزات الصراحه. محمد حازم نجم صاعد واحد في كره السله في النادي الاهلي، محمد بالنسبه لك انك تحقق البطولات وانت في سن صغيره مع النادي الاهلي، هل ده بيدي لك دوافع ان انت تكمل في نفس المشوار؟ اه طبعا، يعني هو البطولات في سن صغير هي اللي بتفضل معايا للكبير، يعني انا ده اللي بفتكره، ده اللي بيديني ثقه او بيديني حماس ان انا اكمل في النادي. وبالذات احنا البطولات اللي احنا خدناها دي مش سهله، يعني كان كل البطولات محتاجه منافسه، ما كانتش بطولات احنا المحتكرين الدوري احنا حاجه، احنا كنا احنا بننافس على الدوري، فاهم حضرتك؟ طب انتوا ازاي وانتوا في سن المدارس وسن ثانويه عامه بتقدر توازن ما بين التمرين عارف كابتن؟ دي كانت اكتر حاجه يعني مشكله واجهتنا السنه دي، لان حتى احنا لما خلصنا المنطقه اللي هي المنطقه احنا كان فاضل فتره في النص، هي دي فتره امتحانات نص نعم. السنه بس الفتره دي احنا اتمرنا وشدينا حيلنا عشان نقدر نضم على نهائي جمهوريه. طب محمد كانت سؤال صعب شويه، في سنك الكل في سنك بيخرجوا وبيستمتعوا بوقتهم وانت بتبقى رايح التمرين، هل انت بتبقى عارف اللي انت بتعمله ده هيجي لك او فايدته ايه؟ هو الحاجه اللي محدش يعرفها ان يعني مثلا الناس اللي بتلعب رياضه دي ما بتخرجش، ما بتعملش حاجه غير ان هي دروس او تروح النادي. زي مثلا الويكند او الحاجات اللي في الاخر دي ما حدش بيروح، يعني احنا دايما تمارين تمارين كل يوم تمرين، واحنا حتى مع كابتن احمد كان كل يوم تمرين. ما بتملش، انت عندك هدف عايز توصل له. طبعا بنفس الشيء بالنسبه لك كمان، بس انت كده كده عندك رقابه امان تمام في البيت. لا لا عادي الفتره دي قلت. السنتين دول قلت. برضو عندك دروس كتير وفي نفس الوقت التمرين، يعني انا عارف ان كابتن احمد بيجوا عليكم قوي. لا عادي يعني ما بيحصلش مشاكل. ما بتحصلش مشاكل بالنسبه لك عندك؟ كنت المنطقه كنا احنا لسه مخلصين امتحانات 100 ترم تقريبا نص الترم ودخلنا نلعب البطوله ومش متمرنين كتير، متمرنين 3 تمرينات او 4 تمرينات قبل البطوله، ويعني ربنا وفقنا الحمد لله خدنا البطوله. وكمان بعد البطوله كنا داخلين على امتحانات نص السنه فكانت فتره صعبه جدا يعني. دايما بطوله المنطقه بتبقى اصعب بطوله في الثلاثه بالرغم ان المنافسه فيها مش زي الجمهوريه والدوري المرتبط. ليه كده؟ لان بتيجي على طول ورا الامتحانات على طول. كمان كانت على ارضنا. وكانت والضغط الكبير اللي كان فيها ان هي كانت على ارضنا فاينل مع الجزيره، الجزيره لعب معانا فاينل مرتبط. ومفيش وقت ثاني، هو لازم يعملوه في نفس الوقت ده. هم على طول بتتعمل كل سنه في الوقت ده. بصراحه يعني هو الجيل اللي معانا ده بصراحه يعني الواحد مسك كذا جيل في النادي، بس فعلا زي ما هم بيقولوا ان المنافسه كانت كبيره جدا السنه دي، يعني احنا بنلعب ماتشات ممكن مع الاجيال اللي فاتت بيبقى عندك منافس او اتنين، انت فعلا المره دي عندك 6 منافسين بدليل ان كلهم كسبوا بعض، يعني اللي احنا خدنا بطوله الجمهوريه الحمد لله بدون ولا هزيمه، الفرقه اللي ورانا كل فرقه خسرت ماتشين على الاقل، لعبوا ماتشات كتيرة قوي كريتيكال، كسبنا ماتشات كتير بونت وباسكت و4 بونت و5 بونت، ان هم يقدروا يحافظوا على الثبات في المستوى والثبات يعني ثباتهم الذهني والبدني جوه الجيم لمده اكتر من 40 جيم على مدار السنه، ده بصراحه انا شايف ان هم حققوا اعجاز. زائد الدوري المرتبط ان كان مطلوب مننا دايما ان احنا ناخد الماتشين، لان الدرجه الاولى انت عارف المنافسه جامده جدا، لان الدرجه الاولى هتعرف سبورت الماتشين صعب تاخد الماتشين في الدرجه الاولى، فسبورتنج ممكن ياخد واحد وانت تاخد واحد، فهم قبل الماتش لازم بنتكى يا جماعه احنا لازم نكسب الماتشين عشان نريح الدرجه الاولى، عشان الدرجه الاولى مهمتها اصعب مننا. فالحمد لله العمل كله كان جماعي، درجه اولى ومرتبط هتحس ان هم كانوا فرقه واحده، قدرنا نكسب مع بعض دوري مرتبط
والجمهوريه دي بقى بتاعتهم هم لوحدهم الحمد لله. لا ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا. دودو اكيد انت في الجيم والجيم شغال، في لعيبه بتحس ان انت يعني في كميتك ماشيه معاهم، انت عارف وانت بتستلم الكره هم فين، ونفس الشيء بالنسبه لك بتبقى الكلام ده بتبقوا متمرنين عليه ولا بيجي بالصدفه؟ لا بكون متمرنين عليه، وكابتن احمد مثلا بيقول اللاعب ده مثلا يجي هنا واللاعب ده يجي هنا وكده، يعني حافظين خطط. وبيشد عليكم بقى في موضوع التكتيك والبدني؟ اه شويه. ويعني يعني مش عشان هو جنبك يعني بتسمعوا الكلام ولا بتقعد تقول بقى ده بيقعد بقى يشفط فينا وزعق؟ لا نسمع الكلام، وفي التمرين بيجرينا كتير بس ده برضه بيفيدنا في الماتشات. انا ما قلتش اسمع الكلام، عارف البوابه بتاعت النادي. دودو من يعني اللعيبه الجمال صراحه اللي كله يعني بقى له مستقبل كويس. محمد الماتش اللي انت كنت مستمتع بيه وحسيت ان انتوا عملتوا انجاز لما كسبتوه؟ الماتش النهائي المنطقه اللي كان عرضنا مش عشان هو ماتش صعب او حاجه، كان على ارضنا فدي كانت اصعب حاجه واهل حاجه لما كسبنا، لان لو احنا خسرنا على ارضنا دي بتبقى حاجه اعتبر مش كويسه، ولو كسبنا طبعا كل الناس تبقى موجوده وشايفانا، فدي كان احلى ماتش في الموسم انا شايفه. يعني كان مين المنافس؟ الجزيره. كان الجزيره ده كان نهائي وكسبنا نتائج 3 بونت، كسبته فرق باسكت يعني. يعتبر باسكت، فرق باسكت قليل يعني، الماتش كان درو جيم. مش تخسر على طبعا بالنسبه لكم مفيش خساره، لا لا بره ولا جوه، ولا بره ولا جوه. مؤمن لعبت قدام جمهور؟ هو الماتش يعني ما اعتقدش، بس هو الماتش نهاية المنطقة ده اللي كان الصالة كانت مليانة جدا وكان الناس كلها مستنية مين اللي هيكسب، ويعني اغلب الاوقات تلاقي الناس ضد الاهلي على طول. اغلب الاوقات تلاقي الناس ضد الاهلي. نهاية الجمهورية كان نفس المشكلة، الماتش سبورتنج احنا لو كنا لا قدر الله خسرنا كنا نلعب تاني يوم ضد الجزيرة، لازم نكسب الجزيرة عشان نلعب سبورتنج ماتش فيصل تاني. والجزيره كانوا قاعدين فوق سبورتنج بيشجعوه، ولما حد عندنا يطرد في زيطه شويه وصوت عالي. ايه عادي، ما هو انت عشان انت قوي وعشان انت جامد وعشان انت مسيطر فطبيعي الناحيه الثانيه لازم هتميل وتعمل لك كومبين. الواحد طول ما هو بيسمع وبيطنش فعادي. طب انت عايز اسالك، لما بتشوف جمهور النادي الاهلي واكيد انت شفت المنظر ده كتير في مع الدرجه الاولى والصاله بتبقى مقفوله والصوت، بتحس بايه؟ لا رهبه بقى، يعني ببقى نفسي مكان حد من اللعيبه في الدرجه الاولى تحت العب انا تحت الضغط ده، فيعني ده حلم اي حد في النادي الاهلي ان هو يلعب تحت ضغط جمهوره طبعا، ربنا يسهل ويحصل الامر ده. دودو اسالك نفس السؤال، حابب انك تلعب قدام جمهور النادي الاهلي؟ طبعا شرف كبير قوي ليا اللي انا بتحب شكلهم وبتحب اغانيهم؟ بتقعد تغنيها؟ بيغنوا اغانيهم. بيغنوا. احنا الفنا اغنيه في نهائي الجمهوريه. الفت اغنيه؟ الفنا اغنيه. اغنيه اسمها ايه بقى؟ هو حازم ابتدى يبص في الارض، فانا مش دعوه والله الالف بس دول اللي مالفها. قول لهم انا شايف. طب ايه بقى الاغنيه دي؟ اول يعني لازم تقولها طبعا، بس هم هيقولوها معايا. طب يلا ما اعرفش كنت معاهم. يلا الومهم. يلا اشتغل. ها يلا ايه من زمان ولا كسبان يعني، هو توب نازل يعمل قلبان، ارفع جزمك كبير انا عايز اشوف تبقير، اللي لف ودوران عارفين انك خسران. لازم نختم الحلقه بصراحه دلوقتي. كابتن جاحي، المعادله الصعبه انك ماسك مرحله فيها تاسيس وفي نفس الوقت بتلعب على بطوله، وبالنسبه لاي مدرب دي اصعب حاجه في الدنيا، انك تاسس لعيب طبعا تدي له التكنيك الصح في كل حاجه وفي نفس الوقت انت عايز تنافس عايز تكسب بطوله. طبعا يمكن الواحد اشتغل في الدرجه الاولى كمدرب عام في النادي الاهلي الوضع كان اسهل بكتير بصراحه. هو الناس ما بتبقاش عارفه، هو الناس بتفتكر ان كل ما المرحله السنيه بتكبر الموضوع بيبقى اصعب، بالعكس اسهل. لا طبعا الشغل في المراحل السنيه 16 و18 يعني ده مرحله تعليم وتاسيس، زائد ان انت بتنافس على بطوله، وزائد ان المرتبط ده حمل كبير ان انت كفرقه لعيبه وجهاز، انت يعني يمكن الولاد دول مثلا في سن صغير لكن جمهور النادي الاهلي عارف اشكالهم وعارفهم بالاسم، فموضوع بيبقى فعلا لود عالي جدا انك تاسس وتسلم المدرب اللي بعديك الولاد متاسسين كويس، وفي نفس الوقت تبقى جواهم ان هم هيلعبوا على بطوله، ان انت ازاي تبقى تقدر ان انت تدخل جواهم اللعب على البطوله. فبصراحه هم مش متعبين يعني، هم بصراحه كل المدربين مسكوهم قبليه في النادي الاهلي يعني هم متاسسين برضو ان هم شخصيه النادي الاهلي موجوده عندهم، ان هم لازم كل الماتشات يلعبوا على مكسب، كل البطولات على مكسب، وفي التزام في التمارين
والحمد لله يعني ربنا عشان كده كرمنا. وانا قلت لهم احنا ممكن ما نكونش اجمد فرقه السنه دي، بس اللي احنا هنوعد بعض بيه ان احنا اكتر فرقه هتشتغل، واللي هيشتغل هو اللي ربنا ان شاء الله هيكرمه. وحقيقي فعلا الشوطه بتاعت كام لاعب؟ عندي 20 لعيب. 20 لعيب؟ اه 20 لعيب. دول انت بتفكر دايما على مدار السيزون هيتطوروا في ايه، ده ناقصه ايه، ده محتاج ايه؟ تمام. في لعيبه، لان ال 20 لعيب فيهم 8 2003 قاعدين السنه الجايه في المرتبط. فطبعا ال 2002 بتبقى فرصه في اللعب في السنه دي بتبقى اكتر، ال 2003 بتحاول تلعب اكبر قدر منهم، بس احتكاكهم في التمرين مع بعض هيعليهم بحيث ان هم يقدروا يبقى هم الشايلين الفرقه السنه الجايه. يعني انت كمان بتعمل السيزون اللي جاي؟ اه طبعا هيبقى موجود. اه لازم تشتغل على السيزون اللي جاي. يعني زي ما انا شرحت لحضرتك موضوع دودو، ان هو احنا ليه جبناه السنه دي بالذات، كان في الوضع ده حازم السنه اللي فاتت. حازم كان معاه عمر طارق وبودي، اتنين بوينجردات في المكان ده تقال جدا، بيلعبوا في الدرجه الاولى مع كابتن طارق خيري دلوقتي. حازم كان نفسه دوره زي دور دودو، ما شاركش فترات كبيره قوي بس شارك فترات معينه، سافر معانا بطوله دبي، لعب معانا في بطوله المنطقه ومرتبط على فترات. بس السنه دي ما شاء الله شال الفرقه في المكان بتاعه، وقدر ان هو فعلا يبقى من اللعيبه المهمه في الفرقه، وكان مؤثر جدا معانا السنه دي. كابتن احمد، حاسس ان اسره كره السله ميه واحده بنفس الفكر ونفس الاستراتيجيه، ده اللي بيبقى اهم عامل في عوامل النجاح؟ اه بصراحه يعني احنا النادي الاهلي فعلا عنده ميزه ان كل مدربين النادي الاهلي، مش هقول حاجه ان جهاز الولاد بس، لا جهاز ولاد او جهاز بنات، انا لما اكون بلعب فرقتي كل جهاز البنات والولاد قاعد ورايا. نفس الكلام كابتن احمد ابراهيم كان قبليه في ماتشاته كلنا قاعدين وراه. النادي الاهلي كله منظومه واحده، كلنا في ظهر بعض. دي فعلا بتدي دفعه كبيره قوي. يمكن السنه دي كان في ماتش كنت بعدي بالصدفه قابلتك في الصاله، كان تلاقي كله قاعد، كله قاعد، كل الناس قاعده. لعبوا الجزيره، كنا بنلعب. اه بالظبط، لعبوا الجزيره. فعلا انا شفت المنظر ده، يعني كل الناس قاعده، كل الناس في ظهر بعض، لان اغلبيه مدربين النادي الاهلي دلوقتي من ولاد النادي الاهلي، حتى لو عندنا واحد او اثنين ما لعبوش في النادي الاهلي لكن اندمجوا على طول معانا، دخل جوه السيستم بالظبط، واكنهم ولاد النادي من زمان. فدي ميزه كبيره قوي، ودي فعلا اللي هي بتميز النادي الاهلي عن اي حد، ان اي حد بيخش جوه النادي الاهلي بيمشي على سيستم النادي الاهلي. دي بتفرق معانا جدا سواء لعيبه او مدربين او جهاز. وطبعا يعني الشكر بقى كواحد زي كابتن طاهر رجب مدير قطاع الناشئين، هو فعلا اللي موفر لنا كل الظروف السهله للنجاح، سواء مواعيد تمارين، سواء ماتشات وديه، معسكرات، كل حاجه. كابتن طاهر رجب بصراحه من الشخصيات اللي التاريخ هيذكرها طبعا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وطبعا من يعني نكمل شكر كابتن احمد الجرحي، اي حد بيشتغل في منظومه النادي الاهلي بيبقى له دور فعال، طبعا شكر موصول ليه، لان في النتيجه ان النادي الاهلي بيبقى حاصل على بطولات. احنا لسه مكملين مع حضراتكم، بس قبل ما اطلع فاصل هاخد سريعا من كل اللعيبه الابطال اللي موجودين معايا طموحاتهم ايه مع النادي الاهلي. ابتدي بيك يا مؤمن، طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ كتير قوي، يعني انا نفسي الاهلي يبقى هو متصدر الدوري ان شاء الله الدرجه الاولى. نفسي لما اطلع يعني اخلي دي النادي الاهلي في الباسكت عنده 16 دوري 17 دوري، ان احنا متاخرين جدا في البطولات في الدرجه الاولى، فيعني ده طموحي الاكبر بالنسبه للنادي الاهلي باذن الله يتحقق. حازم، محمد حازم، طموحاتك ايه مع الدرجه الاولى؟ هو ان شاء الله انا ابقى واحد مؤثر في الدرجه الاولى، يعني او اطلع في الدرجه وبعد كده منتخب بقى باذن الله. دودو، طموحاتك ايه؟ ان انا اطلع الدرجه الاولى برضو والجماهير يكون عارفيني وكده، وان شاء الله اخش المنتخب باذن الله. طبعا كابتن احمد، يعني قبل ما نختم كده لازم ناخد منك كلمه لجمهور النادي الاهلي. لا، جمهور النادي الاهلي طبعا ده فوق دماغنا، يعني احنا كل التعب اللي بنتعبه طول السنه عشان الجمهور يبقى فرحان. الجمهور بصراحه ما بيأثرش مع النادي الاهلي في حاجه، فما ينفعش ان احنا نأثر معاه. بنوعدهم بالاجيال اللي طالعه الجديده عندنا في قطاع الناشئين مع الاجيال اللي موجوده لسه في الدرجه الاولى، ان شاء الله النادي الاهلي ماشي على تراك كويس، ان هو ان شاء الله يقدر يوصل فعلا يبقى اعلى تاريخ باسكت بول موجود في مصر. ممكن يكون في احنا فرق سابقانه في التاريخ، بس الاجيال اللي موجوده حاليا، يعني احنا الجيل اللي بيلعب في الدرجه الاولى دلوقتي ده يعتبر جيل ذهبي، جيل اخذ بطولات كتير جدا، افريقيا ودوري ومرتبط وكاس. ده جيل طارق غنام، ودي الجرحي، مصطفى الشافعي، ابراهيم الجمال، سرعاوي،
كل اللعيبه دي فعلا ليهم بصمه كبيره وضعوا يعني النادي الاهلي في خريطه كره السله مش بس في مصر ده في افريقيا دي حقيقه وان شاء الله يكملوا والولاد طبعا عندنا في ال 18 وولاد ال 16 ان شاء الله يطلعوا في ظهرهم يكملوا على التاريخ ده والنادي الاهلي يعني يبقى في الباسكت في المكانه الطبيعيه اللي هو المفروض يكون فيها باذن الله دايما يكون في التصدر ممكن تطلعنا فاصل تقول ان احنا هنطلع فاصل ونستقبل بقيه الابطال هنقولها ازاي دي قلت احنا هنطلع فاصل او بص الكاميرا هناك دي قول لهم هنطلع فاصل نجوم النادي الاهلي نراكم بعد قليل اهلا بكم من جديد مشاهدينا ولسه مكملين مع حضراتكم وابطال كره السله تحت 16 سنه في النادي الاهلي اللي بقوا رجال ابطال هبتدي بقائد وكابتن الفريق كابتن ادهم عمر مساء الخير يا ابو الكباتن اخبارك ايه الحمد لله عارف ان يعني في اللحظه دي انتهت لقاء بقى النادي الاهلي واياكس وواحد من نجوم كبار النادي الاهلي على فكره كسب واحد مقابل لا شيء كان احرز الهدف هدف جميل لصلاح محسن وحسام غالي بيعتزل ده برضه قائد النادي الاهلي وانت كابتن الفرقه اكيد بالنسبه لك الناس اللي بتبقى في المركز دوت بيبقى ليهم يعني مواصفات خاصه كلمنا بقى انت يعني قائد نادي الاهلي انت بقالك قد ايه كابتن احمد لا انا اول سنه اول سنه انا أول. كنت يعني كنت من زمان في الفرقه بس اول سنه بقى كابتن الفرقه يعني. حاسس ان دي بالنسبه لك ضغوطات اكتر يا ادم لا خالص يعني لما تكون الفرقه مساعداك وكلهم رجاله الحمد لله وكده انت بس بتنظمهم اكتر بس هو عادي هما برضو رجاله وكل حاجه مش بتعبوا حد احنا خلاص كبار يعني دي حاجه من الحاجات الجميله نروح لكابتن مالك ابو الفتوح مساء الخير ابو كباتن مساء النور اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس مبسوط النهارده في قناه النادي الاهلي؟ اكيد طبعا ايه رايك في الديكور؟ جميل الحمد لله يعني كويس اه مبسوط بقى باللوجوهات انك كل شويه تبص تلاقي لوجو النادي الاهلي؟ اكيد يعني ليا الشرف يعني حبيبي ده شرف لينا احنا وانت بتلعب بيفوت صح؟ ثلاثة وأربعة يعني بس بوزيشن 3 أكتر اه أنت بتحب أنهي أكتر؟ بوزيشن 3 عامة اللي هو قطر اه اللي بتحب تجري؟ اه يعني كده ليه دور أكتر ومعانا كابتن يوسف الصواف مساء الخير أبو الكباتن أخبارك أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله تمام ألف مبروك البطولات الكتير اللي أنت الله يبارك في حضرتك ايضا كابتن محي الجيار مساء الخير أبو الكباتن أخبارك إيه؟ الحمد لله صوتك يعلى احنا اتفقنا على كده؟ خلش من الاتفاق هبتدي بيك يا محي محي انت السنه دي حققت بطولات كتير بالنسبه لك انك تاخد بطولات مع نادي الاهلي هل ده بيديك دافع للسنين الجايه اكيد طبعا يعني النادي الاهلي نادي بطولات على طول كل سنه بيبقى الهدف البطولات كلها من غير هزيمه ده هدف اي لعيب انه يكمل في النادي الاهلي ويفضل يكسب بطولات كل سنه انتوا السنه دي الثلاث بطولات اللي لعبتوها ما خسرتوش ولا مباراه صح؟ اه طب هل ازاي كنتوا بتجددوا الدوافع؟ انت كسبت البطوله الاولانيه من غير ولا ما يعني غير ولا هزيمه، البطوله الثانيه نفس الشيء، طب الثالثه يعني ما حسيتوش كده في ماتش ان كده كفايه؟ لا اكيد بس هو كل بطوله كانت اصعب من الثانيه فكنا بنشد حيلنا اكتر كل ما نكسب واحده نشد حيلنا اكتر عشان نكسب اللي بعدها وكل فرقه بتطور من نفسها ويعني اخر واحده كانت من اصعب البطولات يعني اصعب من اللي قبلهم. مالك السيزون السنه دي بالنسبه لك كنت حاسس بايه فيه يعني على طوال السيزون هو طبعا سيزون جميل مع كابتن احمد الجرحي احنا تعبنا كتير جدا في السيزون ده وربنا ادانا على قد تعبنا يعني انتوا حاسين ان انتوا شقيتوا اول السيزون اه جدا يعني احنا على قد ما تعبنا على قد ما ربنا ادانا لان في كل الفرق طبعا تعبت بس احنا كان من بره احنا شايفين ان احنا اكتر فرقه تعبنا عشان كده ربنا ادانا طب وسط السيزون حسيت ان انت مجهودك اللي انت بتقضيه في التمرين وانت بتاخد مردوده حسيت ان انت فعلا كل ما هتتعب كل هتلاقي يعني أكيد وسط طبعاً. السيزون ده كابتن احمد الجرحي كان بيحط فينا الحاجه زي الحاجه دي يعني كان بيقول لنا اللي بيتعب بيلاقي في الملعب دي حاجه كان دايما بيقولها لنا بس كده عم طيب يوسف السنه دي بالنسبه لك يوسف يعني سيزون مختلف اه طبعا عشان يعني بدات سيزون مع كابتن احمد وحطينا تارجت ان احنا عايزين نكسب الثلاث بطولات وخصوصا ان الفريق اللي قبلنا كسب الثلاث بطولات بدون هزيمه فده قال لنا يعني ان ده هيخلي الناس تبص عليكم اكتر طب هل
كنتوا حاطين في دماغكم يعني طول السيزون ان انت عندك فرقه قبلك حققت 3 بطولات، بس انت السنه دي عندك منافسين اكتر. اه ده ما كانتش بالنسبه لكم فيها صعوبه؟ كان فيها صعوبه، بس احنا اتمرنا في اول السيزون تمارين كتير وتعبنا وركزنا، كنا نركز في تعليمات كابتن احمد وبننفذها كويس، فده يعني خلانا نكسب 3 بطولات بدون هزيمه. ادهم انتوا في اول في فتره الاعداد اكيد كان في كلام ما بينك وبين كابتن احمد الجرحي على الاسس اللي انت تمشي فيها في الموسم ده، كانت عباره عن ايه؟ يعني برضو هو الفرقه اللي بنركز بتلعب بطولات، واحنا اصلا في اول السنه دي كناش مرشحين قوي ان احنا نكسب. ليه؟ بس عشان كانت المنافسه صعبه. كان مين مثلا ابرز الفرق اللي بتنافس؟ سبورتنج اسكندريه. سبورتنج بس احنا كنا طبعا لعبنا السنه اللي فاتت، لعبت معاهم السنه اللي فاتت الحمد لله، يعني كنا وصلنا لثلاث بطولات، واحنا السنه دي فرقتنا كانت كويسه، احنا في منافسين اه بس احنا من المنافسين برضو، فكنا هدفنا طبعا ان احنا نكسب. يعني انتوا جالكوا لعيبه من بره السنه دي؟ اه جالنا كتير. كام لعيب؟ ثلاثة أربعة كده. ثلاثة أربعة، حسيت إن هما دخلوا جوه عيلة الأهلي؟ اه طبعًا على طول. أول ما جم تأقلموا بسرعة. إحنا كان ليك دور في الكلام معاهم؟ اه أكيد طبعًا، كل لعيب بيجي جديد بحاول أخليه يخش معانا في الفرقة ونبقى نتعرف على بعض أكتر وكده، عشان ما يحسش إن هو غريب، خلاص هو بقى واحد من العيلة يعني. ملك اللعب مع النادي الاهلي بيبقى له اسس مختلفه، انت لازم تبقى بطل. تمام. حسيت في وقت في الموسم دوت ان الموضوع ده ممكن يبقى صعب شويه، ولا كنتوا على طول حاسين انتوا راكبين؟ لا، هو احنا كنا دايما كنا حاطين في دماغنا ان النادي الاهلي عمره ما بيخسر. كنا حاطين في دماغنا ان احنا على قد برضو ما بنتعب على قد ما بناخد. وكمان كابتن احمد الجرحي طبعا تعب معانا كتير، واحنا تعبنا كتير برضو، وربنا ادانا بس. طب انا عايز اعرف هو محي بيضحك ليه؟ انتوا بتلعبوا مع بعض كتير في الفرقه يعني؟ اه هو نفس البوزيشن بتاعي. نفس البوزيشن بتاعك، دايما بيبقى في ما بينكم مثلا طريقه لعب بتضحكوا بيها مثلا على المنافس؟ هي مش طريقه معينه، بس مثلا هو بيعمل حاجه غلط في الملعب انا بصححه له، او انا بعمل حاجه غلط في الملعب يعني هو بيصححها. يعني بتلموا ورا بعض؟ اه كده. الكلام ده بتكرروه كتير؟ اه عامة في اي بوزيشن يعني كده. انت بتحس ان الفرقه عندكم ميه واحده في اللعب؟ اكيد طبعا، كلنا روح واحده. طب ايه اكتر حاجه بتخليك مستمتع وانت بتلعب مع زمايلك في النادي الاهلي؟ ان هم زمايلي بس يعني، وانا بحب اللعبه وهم بيحبوا اللعبه. يعني طريقه اللعب مثلا عندك هل هي مختلفه عن الفرق الثانيه؟ يعني مثلا سبورتنج له طريقه وانتوا لكم طريقه مختلفه؟ كل فرقه وليها السيستم بتاعها بقى على حسب المدرب بس. يعني انت في ناس بتلعب باسكت وهو حاسس ان هو بيعمل مثلا بدني اكتر، وفي نادي الاهلي بيلعب الاثنين، عنده بدني وعنده فني، انت بتبقى مستمتع بحاجه زي كده؟ اكيد طبعا، لان انت كل اي حاجه انت بتعملها لنفسك، ده في الاول في الاخر، يعني انت كل ما تتعب كل ما هتحسن من نفسك، كل ما امكانيات نفسك هتعلى بس. محي اصعب ماتش بالنسبه لك السنه دي كان ايه؟ كان ماتش سبورتنج في المرتبط. ماتش سبورتنج في المرتبط؟ اه. اشمعنى؟ كان ماتش قريب قوي، وكان هما كسبانين في الاول بفارق، واحنا عوضنا وكسبنا الحمد لله. ادهم يعني بيحفزكم طول الماتشات؟ اه اكيد طبعا. يعني بيبقى في تواصل ما بينكم وما بينه على طول في اي مشكله؟ اكيد. كابتن فرقه وكل فرقه كلنا بنحفز بعض، كلنا ايد واحده بنحفز بعض على طول. طيب ولو في ماتش كنتوا انتوا مثلا متاخرين الى حد ما في السكور ترجعوا ازاي؟ يعني هو في يعني مثلا لو في الهاف تايم بنكلم كلام كابتن احمد معانا طبعا بيفرق، وبنشجع بعض في التسخين، بنسخن اجمد وننزل اسخن وان شاء الله بنعوض. يوسف السنه دي بالنسبه لك ايه احلى ماتش انت كنت حسيت انك اديت فيه اداء حلو؟ كان احسن ماتش في ماتش الشمس في اول المرتبط. هو كان ماتش ضعيف شويه، بس ان احنا في اول المرتبط في الدوره الاولى كسبناه 2-0، وكمان الفرقه دي لعبناها ودي وكسبناها سكور كان 30 تقريبا، فازاي يعني النادي الاهلي يطلع مع فرقه زي دي 2 بونت؟ فكان لازم ما نخسرش الماتش ده، ان الماتش ده كان ممكن يضيع منك بطوله كبيره يعني تخسر فرقه ضعيفه. الماتش ده كان فارق معاك بقى. طيب انت طموحاتك ايه بقى مع النادي الاهلي؟ ان انا اكمل في الفيرست تيم ان شاء الله وابقى لعيب منتخب مصر. تبقى لعيب منتخب مصر. ادهم نفس القصه عندك؟ نفس الطموحات ان شاء الله. نفس القصه بقى؟ اكيد طبعا. انا بابايا اصلا كان فيرست تيم الاهلي. طيب كل واحد كده عايز اعرف منه جمهور الاهلي بيمثل له ايه؟ هبتدي بيك يا ملك عشان انت على يمين. الاهلي طبعا ده حياه، ده حاجه عندي اكيد يعني، واكيد طبعا اي حد اي لعيب في النادي الاهلي بيحبه.
الجمهور. الجمهور طبعا جمهور، لو ما فيش جمهور مثلا ممكن المباراه تبقى نايمه شويه. في جمهور الجيم بيبقى صاحي، يعني اللعيب بيبقى عنده حماس قوي، اللي هو مثلا انا عايز اكسب عشان الجمهور ده ما يزعلش، اروحه مبسوط كده. بس عايز تلعب قدام جمهور يا محمود؟ اكيد طبعا، يعني الجمهور بيدي حماس وبيشجع، وخصوصا جمهور النادي الاهلي جمهور كبير، واغلب الناس في مصر بتشجع النادي الاهلي، واللعب تحت جمهور ساعات بيبقى فيه ضغط او بيبقى الواحد قلقان شويه، بس لا بيدي حماس اكتر وبنلعب احسن. يوسف، جمهور النادي الاهلي بيحصل لك ايه؟ ان هو لما لو انا بلعب في ماتش في الجمهور وبيشجعني، ده هيخليني يعني اغل في الماتش اكتر عشان نكسب، عشان افرح الجمهور. كابتن ادهم، الجمهور طبعا يعني بيديك روح تانية، يحسسك ان في ناس كتيره وراك، ناس كتيره بتتفرج عليك، ناس كتيره مهتمه بيك، وانت لما تفرح مش بتبقى فرحتك انت لوحدك، بتبقى فرحتك انت وجمهور وناس كتيره جدا بتفرح، فتبقى عايز اكيد مش عايز تزعل ناس كتيره، اكيد انت عايز تفرح انت وتفرح ناس كتيره معاك يعني. طب بما ان انت قائد بقى وكابتن الفرقه، ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. ممكن تطلعنا فاصل؟ بص كده الكاميرا تقول احنا هنطلع فاصل ونكمل مع الابطال. نطلع فاصل ونكمل مع الابطال فرقه كاس سنة. لسه مكملين مع حضراتكم ورجال ابطال نادي الاهلي في كره السله تحت 16 سنه. ابتدي بعمرو ابو بكر. مساء الخير ابو الكباتن والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. بطوله صعبه. صعبه جدا. بطولات صعبين يعني، الحمد لله ان احنا خدناها. طبعا كابتن احمد ما كانش هيسيبك. كابتن احمد السبورت كله بتاعه يعني، واحنا نجحنا بفضله يعني، وبفضل تعبنا وعرقنا واجتهادنا يعني وكل حاجه. نعم ان شاء الله كده دايما تبقوا ابطال، بس احنا عايزين نعرف كابتن احمد ما جابش الكاس ليه؟ هو دي بس السؤال المهم جدا. كابتن علي محمد، مساء الخير ابو الكباتن. مساء النور. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ما شاء الله صوتك عالي. علي، انت اول بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ انا في النادي الاهلي بقالي 5 سنين مثلا. السيزون السنه دي مختلف عن السنين اللي فاتت؟ هو مختلف تماما عن كل السنه اللي فاتت، لان هنا في مرتبط، هناك مرتبط، وبتلعب جمهوريه وبتلعب منطقه وما بتلعبش مع نادي سهله. النادي اللي انت بتنافس فيها دي نادي صعبه مش سهله. اما الاول في مثلا في ال 14 تمام، النادي اللي انت كنت بتلعب قصاده كانت بتبقى المنافسه بينهم ما بتبقاش جامده، ما بتبقاش جامده. المنافسه فاهم؟ دلوقتي مستوى المنافسه انت هتقوله اصعب. اصعب. انت كان بتلعب مع انديه تقيله مش انديه سهله. السنه دي فرحان وفخور ان انت كسبت كل الانديه طبعا. تديك حافز. تديك حافز. نروح لكابتن مهند محمد. مساء الخير يا وحش. مساء النور. منور الدنيا. لا ده نور. مبسوط ان انت معانا النهارده؟ انا مبسوط صراحه. كل طبعا. كل ما اشوف بيبو الطويل ببقى مبسوط. شكرا. مين بقى مثلك الاعلى في المركز ده؟ كابتن طارق الغنام طبعا. وحش الدنيا. جايب لي حبيب قلبي. طبعا. اشمعنى بقى كابتن طارق الغنام؟ هو انا بحب طريقه لعبه جدا يعني، ونفسي ابقى زيه في اي حاجه يعملها، وابقى اسمي زيه او حتى قريب منه. بس فطبعا نفسي ابقى حاجه زيه يعني. انت عارف ان كابتن طارق كان بيميزه ان هو مش بس عشان حجمه طويل ما شاء الله، وكان ذكي جدا. بتفرق مع اللعيب انه بيبقى ذكي؟ طبعا طبعا يعني، اللعيب حتى ممكن يكون جسمه مش قوي، بس لو بيلعب بدماغه وبذكائه يعرف يخطف اللعيبه اللي قدامه ويحط باسكت، يعرف يلعب عليه كويس يعني. انت جبت كام دنك السنه دي؟ انا دنكين بس مش مشهور بقى في التسخين. في التسخين بس؟ لا لسه بقى قدامنا. طيب نروح لكابتن يوسف عبد الفتاح. مساء الخير يا كابتن يوسف. مساء النور. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. لابس ابيض ليه يا كابتن يوسف؟ طيب السيزون السنه دي بالنسبه لك بيمثل ايه؟ بيمثل لي انا؟ هو بصراحه بيمثل لي حاجات كتير قوي، ان انا اصلا مش بادئ باسكت بقالي كتير. انا بقالي 4 سنين بس العب باسكت، فانا اخدت خطوه خطوه يعني. فالسيزون ده من اكتر السيزونز اللي انا لعبت فيهم. طب انت ايه اللي خلاك تحب الباسكت؟ هو انا في الاول كنت بلعب سباحه، بعد كده دخلت الباسكت شهر شهرين، عجبني. عجبني فدخلت. ف
ابتديت اقرا ماتشات كده بس حبيت الباسكت ان لعبه جماعيه يعني حسيت لقيت اللعبه الجماعيه احسن من اللعبه الفرديه لقيت فيها متعه اكتر بالظبط اصحابي وكده فاللعبه الجماعيه بالنسبه لي احسن بكتير من الفرديه السنه دي بالنسبه لك برضو نفس السؤال هل السيزون ده مختلف عن الاربع سنين اللي فاتوا كتير مرتبط بصراحه فرق كتير عن السيزونز اللي فاتوا كلهم طب وانت بتلعب وعليك ضغط انك تكسب عشان الفرق الدرجه الاولى بيديك ضغط قوي بصراحه ان فيرست تيم عندهم نوادي كتير تقيله قوي صعبه قوي فكانوا بيكسبوا ماتش بالعافيه فاحنا كان لازم نكسب كل ماتشاتنا عشان نحفزهم في ماتشهم عشان يبقوا داخلين مطمنين من ناحيتنا يعني فكان لازم عليها ضغط كبير برضه عمر كان السيزون ده برضو بالنسبه لك اكيد مختلف في حته ان انت بتلعب على ضغط بس كابتن احمد كان بيتكلم معاكم في النواحي دي طبعا كابتن كان بيقعد يقول لنا انتوا لازم كل الماتشات اللي بتلعبوها تكسبوها عشان نسهل الطريق للفيرست علشان الفيرست كان عنده اصابات وغير كده ساتوري موزيف قال ان كانت فرق صعبه شويه فرق فيرست تقيله واحنا برضو كانت فرقنا تقيله مش هننكر لكن كان لازم نكسب كل حاجه لازم تكسبوا كل حاجه سهل الطريق للفيرست انت بتلعب مركزك ايه 2 و3 2 و3 طب برضو عايز نعرف المشاهدين يعني في ناس ممكن تكون بتلعبش باسكت مركز 2 ده ايه ومركز 3 ده مركز 2 ده يعني بيبقى جارد قصير شويه لو 3 طويل وخليه يعني شوتر الاغلب الوقت بيبقى الجارد الاثنين ده شوتر والثلاثيه بيبقى دخيل اكتر مش بيشوط انت مهمتك ايه في الماتش مهمتي ايه مهمتي ان انا غير انك تجيب باسكت اكيد غير ان انا اجيب باسكت لكن يعني دورك ايه اللي بيديهولك كابتن احمد الجلد كابتن احمد بيديني خطط ان انا يطلعني مثلا على شوطه فاضيه ان انا اساعد بيفوت ان انا اديله باصه حلوه يطلع لي في سكرين بكايه او مديله كوره كده يعني هل يعني الجمل اللي انتوا بتتمرنوا عليها وبتعملوها في الماتش وبتجيب نتيجه بتحسوا ان انتوا بتركبوا الجيم بسبب الكلام ده؟ اكيد طبعا احنا اول كوارتر عندنا لازم اول بدايه الماتش يعني لازم تبقى هي الركوب بتاعنا يعني عشان لازم نركب احنا الماتش علشان يبقى بالنسبه لنا سهل بعد كده طبعا يعني ما نصعبش الماتش بقى على الجماهير بقى وعلينا وعلى نفسنا فنركب الاول على طول علمتوا السنه دي كلكم في مدارس وفي مرحله صعبه في الدراسه ازاي بتقدر تواظب ما بين الدراسه وما بين التمرين؟ اهم حاجه ان انت تنظم وقتك يعني انت تبقى انت عارف انت هتعمل ايه هتذاكر امتى ومش هتذاكر امتى انا عندي تمرين مثلا الساعه 6 لا انا هذاكر الصبح عشان اعرف اروح التمرين عشان اروح التمرين فايق مثلا انا عندنا مدارس عندنا كده النادي بيوفر لنا جوابات ان احنا نديها للمدرسه عشان المدرسه تقدر تساعدنا ان احنا ناجل الامتحانات وناجل الحاجات دي عشان خاطر ايه الماتشات بس انت هتودي الجواب وتروح التمرين بودي جاب وراح التمرين بودي جاب وراح التمرين لا استمتعت السنة دي يعني السنة يعني سنة جميلة ان السنة اللي لعبنا فيها 3 بطولات مش بطولتين وبعد كده السيزون بيخلص لا لعبنا فيها 3 بطولات كان فيها منافسة حلوة وفيها اصلا روح الفرقة احنا مع بعض وكده دي حاجة من الحاجات اللي حاجة حلوة مهند السنة دي حاسس ان يعني انا شايف من وجوهكم انت وزمايلك تمام انتوا داخلين مبسوطين بالسيزون مبسوطين باللي انتوا حققتوه طبعا عايز اعرف طموحاتك ايه بقى مع النادي الاهلي انا طبعا طموحاتي ان انا اطلع العب فيرست وابقى متميز فيها واسمي يتشهر مع اللعيبه الثانيه طبعا الكبار وان انا ابقى لعيب كويس بس وجودك كتارجت مان يعني انت الناس كلها بتحاول تديك الكوره تمام والناس التانيه كلها بتحاول تدافع عليك كويس قوي ما بتبقاش حاسس ان عليك عبء انك شايل فرقه طبعا حاجه يعني مثلا لما حد يديني الكوره بيبقى في دماغي ان انا لازم احط باسكت او على الاقل اخدها فاول وحتى لو خدتها فاول تبقى نسبتي عاليه في الشوتنج عشان اجيب الباسكت في الاخر وعلي السكور ونفرق عن الفرقه التانيه مين اكتر لعيب بتحبه بره؟ بره مثلا في لعيب اللي كان اسمه شاكيل اونيل شاكيل اونيل لسه اسالك عنه انت عارف ان شاكيل وليد ده كان عنده مشكله مع الرميات الحره طبعا انت بتعرف تشوف بقى رميات حره بص يعني هو انا في الثلاثيه نسبتي مش عاليه قوي بس في الميديم كويسه يعني لو جالي شوطه فاضيه ببص على شوطتي ممكن اشوطها طب هل يعني الحاجات اللي عندك بتعمل تزويد ليها طبعا يعني ممكن انزل لوحدي مثلا يوم اجازه تمرين او يومين انزل لوحدي اتمرن اشوط العب تحت الحلقه كويس عشان ابقى اعرف اخلص على طول بس كده
طب انتوا بتزودوا يعني غير التمرين تلعبوا باسكت مع بعض كده؟ اه طبعا، يعني لو جينا مثلا بدري قبل التمرين بعد التمرين وفي ملعب فاضي نلعب مع بعض ندرب نفسنا. طب وكابتن احمد لو قفشكوا بقى لا في بس يعني هو بيخلينا يعني بيقول لنا نلعب عادي ما فيش حاجه، لو مثلا في ماتشات او كده ممكن يقول لنا ريحوا، انما لو ما فيش عادي يسيبنا نلعب. بس هي الباسكت لعبه ممتعه بصراحه، مفيش حد يمنع حد من المتعه. لا هي ممتعه فعلا. طب دلوقتي خلاص اهو كملت فيها عشان لقيتها ممتعه. بالظبط. ايه اكتر حاجه بتستمتع بيها في الماتش مع زمايلك؟ وهل الجمهور، هل انك عايز تكسب، هل قوه المنافس، ايه اكتر حاجه بتحسسك ان انت فعلا مستمتع؟ اللي انا عليا مسؤوليه يعني، عليا الناس كلها بتشجع وكده، روح الجمهور وروح الفرقه وكل ده بصراحه بيديني حافز ان انا اكسب يعني. يعني كل الناس دي جت عشان تشجعني وفي الاخر انا ما اكسبش، اللي هو ازاي؟ تيشيرت النادي الاهلي مختلف عنه؟ ده نادي التيشيرت الاهلي ده رمز لوحده. اهم حاجه التيشيرت النادي الاهلي، انت ما انت عارف قيمه التيشيرت اللي انت لابسه وانت بتلعب، ما انت عارف ان انت وراك ضغط وراك جمهور وراك ناس كتير تشجعك، اللي هو في ناس هتزعل مش انت لوحدك اللي هتزعل لما تخسر، لا في ناس كتير هتزعل مش انت لوحدك، في فرقه حواليك لابسه نفس التيشيرت اللي انت لابسه. فحاسس كده بحس ان انا لابس شايل مسؤوليه، مش لابس تيشيرت بس، لا انا شايل مسؤوليه كبيره. مهند سريعا كلمه للجمهور. شكرا على اللي هم قدموه لنا واللي كانوا طبعا شكرا ان هم كانوا واثقين فينا ان احنا نقدر نجيب البطولات دي. و كلمه طبعا نشكر الجمهور زي ما مهند قال، ويعني بنخليهم لينا يعني، احنا من غيرهم ما كناش نبقى ولا حاجه. يوسف طبعا شكرا للجمهور اللي هم تعبوا برده وجم الماتشات يعني واهتموا بينا وكده، والحمد لله تشجيعهم جاب نتيجه. شكرا للجمهور، ويا رب ان شاء الله يجوا ويفضلوا معانا، وان شاء الله لو احنا زعلناهم في حاجه او في ماتشات مثلا كسبناها هنعوضهم. ايش خسرناها؟ صراحه النهارده حلقه مختلفه، حلقه خاصه ما يكون معاك نجوم صاعدين، نجوم بتشوف فيهم الامل، بتشوف فيهم التحدي، بتشوف فيهم الاصرار. حاجه من الحاجات اللي بتشرح القلب صراحه، سواء مع السيدات في 16 سنه او مع الرجال في 16 سنه في النادي الاهلي. النهارده خدت انطباع ان مستقبل كره السله في النادي الاهلي بخير. شكر موصول لكل طاقم العمل، ودمتم في امان الله وحفظه، ودايما ان شاء الله مستمرين ونصر النادي الاهلي بيحلق في كل البطولات والانجازات. وهفكر حضراتكم ان بعد حلقتنا هيكون في برنامج جول سكر، وزميلنا عمر ربيع ياسين نتمنى له التوفيق، واوعى تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حلق.